شكرا. يا شكرا سدينا هذه النبذة التعريفية عن المحاضرة مال اليوم وباكر وعن السيرة الذاتية لي. شكرا جزيلا. ما عندي شيء طبعا راح أضيفه، مثل ما تفضلت يعني خبرتنا تقريبا حدود 16 إلى 17 سنة في مجال الحفر، في أبراج الحفر، وخصيصا يعني في حقول البصرة، تقريبا هي الحقول يعني خلينا نقول الجنوبية متشابهة نوعا ما من ناحية الجيولوجية والليثولوجيز والمشاكل الحفر وتقريبا برامج الحفر. فشيء على شيء يعني اليوم اللي مشتغل بالبصرة يقدر يشتغل أقدر أقول بالناصرية، أو يشتغل بالعمارة، أو يشتغل في حتى في مناطق الكوت. يبدأ التغييرات ممكن تحصل في ميدلاندز إلى الشمال، تبدأ ممكن تغيرات. على العموم شكرا جزيلا مرة ثانية لهذه الدعوة الطيبة، وإن شاء الله نتمنى أن نقدم فد محاضرة يستفادون منها الحضور الكرام من بعض المعلومات اللي راح نذكرها اليوم. طبعا هي نبذة عامة عن عمليات الحفر، عن أبراج الحفر. راح نتطرق، أنا افتهمت من الأخوة المنظمين لهذا الكورس أنه ممكن أكثر شيء يعني الحضور راح يهتمون للاستماع إلى بعض النقاط حول الويل كنترول، ممكن نتطرق لها. بصراحة موضوع الويل كنترول موضوع ضخم، موضوع إراد لكورس يعني إذا سامعين بشهادة الـ IWCF، هذا كورس يعطى على مدى 5 أيام، بالأخير تحصل شهادة بعد امتحان من جزئين، جزء عملي وجزء نظري. الجزء العملي كأنما أنت في الريكت يعني تشتغل كحفار، الجزء النظري هم بجزئين، جزء equipment وجزء مبادئ الويل كنترول، حسابات رياضية أكثر شيء ونظريات. فاليوم هي نبذة عامة عن الدريلينج أوبريشن، راح نتطرق لها على مدى هذه الساعتين. باكر إن شاء الله زميلي والأخ المهندس إبراهيم حسن راح يقدم لكم أيضا سلايد ثاني بخصوص الدايركشن دريلينج، أيضا كمثال لحقولنا أو ما متعارف عليه اليوم اللي دن حفرة في حقول البصرة أو في حقول المناطق الجنوبية. هو الدايركشن دريلينج بصورة عامة شيء ستاندر، وين ما راح نروح راح نشوف نفس المعدات تقريبا ونفس التقنيات. سدينا اقدر اسوي شير للسكرين مالتي؟ ايش تقدر تسوي شير؟ بس لحظة. تمام استاذ، تقدر تسوي شير. اوكي. عفوا تشوفون السلايد لو شلون تشوفوا حاليا؟ لا السلايد بعد ما طالع. لحظة يطلع عندكم. نعم استاذ هسه طلع كل شيء واضح. اوكي. راح نبدي طبعا الاجنده مالتنا لهذا اليوم. راح اعطي فد فكره عن طبعا راح نبديها بسيفتي مومنت. دائما نبدي اي برزنتيشن نعطي او اي محاضره يفضل انه نبدي دائما بسيفتي مومنت، بعدين ندخل في صلب الموضوع. فبعد السيفتي مومنت راح نتطرق لبعض المواضيع. انا دائما احب ابدي بنبذه عن صناعه الحفر، عن خصوصا بما يخص بما انه مهتمين انتم بالويل كنترول. ليش الويل كنترول اليوم مهمه؟ راح نتطرق لاسباب ليش مهمه، بسبب طبعا حوادث صارت سابقا في الاندستري تاريخيا، يعني اكو بعض الحوادث اللي صارت يعني المهمه وكلفت شركات
يعني حتى وصل الموضوع إلى أرواح يعني صارت بها، مو بس موضوع أموال وتكلفة مالية أو سمعة شركة، فحتى ناس خسرت حياتها بهذه الحوادث. راح نتطرق لها بعدين. بعدين راح نشوف الريك تايبز، أنواع الأبراج الحفر، أنواع الآبار اللي نحفرها. راح نشوف أيضا شنو المطلوب مني كأشتغل به كبروجكت حفر، مشروع حفر. لما أجي اليوم أنصب برج الحفر وأبدي أحفر البئر، كيف أحفر البئر؟ هو يعني أغلب يجوز الناس الشباب اللي متخرجين يعني يتخيلون أن الموضوع فقط جيب جهاز الحفر وأحفر. لا، موضوع يحتاج لتحضيرات أشهر، عادة التحضيرات من 6 أشهر إلى سنة، سنة ونص حتى أبدي أحفر، حتى لو كان المشروع فقط 5 أبار. تحضيرات هواية. ليش؟ لأن عمليات الحفر عادة عمليات صعبة خطرة، فيحتاج تحضيرات. هاي نجي لها بعدين يعني. فبعدين الأجزاء الرئيسية لجهاز الحفر راح هذا تقريبا الجزء الأول أو الساعة الأولى. بعدين الساعة الثانية حتكون على الدريلينج هيدروليكس، التورج أند دراج أناليسيس، شنو هي البي أو بيز، بريشر تيست، ممكن راح نتطرق لها. و بعدين جنرال انفورميشن عندنا ال او تي والاف اي تي شنو هي. عندنا فد مثال على برنامج حفر راح نشوفه اليوم، اذا في حاله شخص يعني يريد يعرف انه برنامج الحفر شنو يتضمن، راح نشوف الاجزاء الرئيسيه او النقاط الرئيسيه اللي لازم يتضمنها برج الحفر. وكذلك راح نتطرق لانواع الحفارات او احنا نسميها درل بيتس البريمه، وانواع او الاويل ويل سيمنتنج، فنظره عامه وشنو اهميته في الويل كونستراكشن بروسيس. سيفتي مومنت لهذا اليوم هي عن غازل الهيدروجين، طبعا كبريت الهيدروجين، هيدروجين سلفايد. هذا طبعا غاز جدا خطر، غاز غير مرئي، حتى يعني غاز غدار خلينا نقول عليه، ممكن يفقدك الوعي او نفقد الوعي بغضون ثواني اذا كان تركيز الغاز حوالينا عالي. لهذا لازم نكون دائما حذرين في مواقع الحفر، خصوصا لما نعرف انه اكو طبقات راح نحفرها ونتجاوز بها طبقه بها ممكن H2S. لازم نكون متحضرين من ناحية الدريلينج فلويد بروبرتيز جاهزة، أنه ما تخلي مجال لهذا الغاز أنه يطلع للسطح، من ناحية المعدات المطلوبة فيما لو هذا الغاز تحرر للسطح. فهواية أمور لازم نأخذها كإجراءات احترازية حتى نتلافى هذا الغاز الخطر، والخطر جدا أقدر أقول يعني. فهذه اللي امامكم تشوفون اكو هذا السنسر على اليسار، هذا دائما موجود على المات سيستم، هذا يقيس لي، هذا فقط متخصص بالاتش 2 اس، هذا يقيس لي ايش قد نسبه الاتش 2 اس الموجوده حواليه فيما لو صار اتش 2 اس ريليز. والسنسر الثاني هذا شخصي، دائما اخلي ببدله العمل فوق، اعلقه مثلا بالجيب مال بدله العمل فوق جيب العلوي، وأخليه دائما في منطقة بحيث من يهتز أو يتحسس إلى الـ H2S يكون أني أسمع صوته وأكون أحس بالرجة مالته الهزة حتى أخذ الإجراء المناسب. فهاي السيفتي مومنت بخصوص الـ H2S غاز، شقد هو مهم وشقد خطر أنه نتنبه له في مواقع الحفر. طبعا مو بس مواقع الحفر، حتى في مواقع ابراج الورك اوفر او الاستصلاح ايضا ممكن نواجه هذا الغاز الخطر. نجي مثل ما ذكرت فد نبذه عامه عن الاندستري انسيدنتس اللي صارت، وليش بسبب هذه طبعا الانسيدنت صار موضوع الويل كنترول جدا مهم. ف
فعلى سبيل المثال في سنة 1969 أكو حقل كوادراس أويل فيلد صار بيه فد بلو أوت، وطبعاً يعني خلال 10 أيام فقط، طبعاً هذا بال يعني فد بلاتفورم بحرية بالبحر، خلال 10 أيام 80,000 إلى 100,000 برميل من النفط الخام تسربت إلى المياه. طبعاً هيج إنسيدنت يؤدي إلى ضرر كبير بالبيئة، يؤدي إلى خسائر كبيرة، يعني العواقب حتى تنظف هذا البقعة النفطية إيش قد راح تصرف فلوس، بالإضافة إلى خسارة هاي الكمية الهائلة من النفط الخام في المياه وتأثيرها على البيئة. فهاي واحدة من الحوادث. أيضا في 2009 في حقل في أستراليا، أيضا أوفشور حقل في بحر تيمور، صار إنسيدنت أيضا ثاني، يعني من 21/8/2009 إلى 3 نوفمبر 2009 سيطروا على هذا البئر، وكان أيضا إنسيدنت من أسوأ الحوادث النفطية اللي صارت في تاريخ أستراليا. فمن هذه الأمور تشوف ليش مهمة الويل كنترول اليوم الشركات تركز عليها حتى تتلافى هذه المخاطر وتتلافى هذه الحوادث اللي تؤدي إلى كوارث بيئية وكوارث ممكن تؤدي إلى خسارة بالأرواح بالممتلكات وخسارة لسمعة الشركة وتأثير كبير على استراتيجية الشركة بالمستقبل. طبعاً آخر حادثة صارت ومعروفة أعتقد للجميع وصار عليها فد موفي اشتهر اللي هو الديب ووتر هورايزون، فصارت هذه ب 2010 مع شركة البيبي معروفة الكل تعرف وكان معاها شركات خدمة. هذا صار بسبب ليك بالكيسينج بعد ما تسمته الكيسينج، ظاهر في ذاك الوقت كان السمنت مو بالطريقة المناسبة أو بالنوعية الجيدة بحيث يعزل الطبقات، وراح نجي هاي بعدين نتطرق لما نقول شنو وظائف السمنت وليش التسميد جدا مهم وليش الشركات اليوم تركز على شغلتين لما نحفر البير، على الويل كنترول وعلى الكواليتي مال السمنت بوند خلف الكيسينج، الآصرة السمنتية السمنت بوند هي الآصرة السمنتية. فبال 2010 صار هذا الحادث من شهر الرابع إلى منتصف أو 19 سبتمبر في نفس السنة 2010 87 يوم، يعني صارت بقعة نفطية جدا كبيرة في خليج المكسيك كلفت 11 شخص حياتهم، 4.9 مليون بارلز اوف اويل، يعني تخيل قريب 5 مليون برميل من النفط الخام صار بيليك للمياه. فصار فد ضرر كبير في الحياة البحرية هناك في البيئة وكلفت ملايين أو أعتقد بلايين الدولارات حسب ما أتذكر رقم، أعتقد 30 بليون دولار something like this يعني، فكان فد رقم جدا عالي الخسارة مات، أو العفو 5 بليون دولار كان الرقم، فرقم مو قليل وأثر هواية على شركة بيبي وعلى الشركات المقاولة اللي وياها. من هذه الأمور أخوان نفتهم ليش الويل كنترول جدا مهم، واليوم أي شركة أنت كمهندس حفر أو تريد تشتغل في أبراج الحفر لازم عندك شهادة الويل كنترول اللي هي شهادتين عالمية معترف بها اليوم، يا أما IWCF أو IADC اللي احنا نسميها أيادك. هذه IWCF تقريبا المعهد الرئيسي هو بسكوتلندا، يعطي لايسنس لكل دول العالم، في عنده فروع هواية بالعراق احنا بدأت يعني ما شاء الله اليوم هواية موجودة، والIADC هي بالحقيقة نسميها احنا ايضا الويلكاب اللي هي امريكية، فايضا موجودة في العراق فروع هواية تعطي هذه الشهادتين. نجي نبذة عامة على النفط كيف تكون. بصراحة النفط تكون قبل ملايين السنين من مواد عضوية، بسبب عوامل الحرارة والغاز بدأت هاي المواد العضوية تتحول الى نفط وغاز. أول مرحلة من تحول هذه المواد العضوية هي مادة اسمها الكيروجين، بعدها
بزيادة الحرارة، كل ما تزيد الحرارة راح يتحول الكيروجين إلى نفط أويل، وكل ما زادت الحرارة اللي هي توصل حوالي أكثر من 130 درجة سيليزية راح يتحول إلى غاز. فهذا النفط أو المواد العضوية من تتحول موجودة في السورس روك، احنا نسميها الصخور الأم. السورس روك هي بالحقيقة 90% من السورس روك هي سيدمنتري روكس، واللي هي بالحقيقة الشيل. اليوم انت تسمع مثلا اذا تشتغل في حقول النفط هنا بالبصرة، اكو عندنا فورميشن يعني طبقات تكوين تكوينات شيل. طبعا هذه دائما تكون مزعجة بالحفر، يصير بيها هدم، يصير بيها مشاكل، ويصير بيها استعصاء واستكات لدرل سترينج وللواير لاين لوجينج. فهذه السورس روك هي هاي اللي هي الشيل، وبالأصل هي سيدمنتري روكس اللي هي صخور رسوبية، وتكون عادة غير نفاذة، يعني البرميابلتي بيها صفر تقريبا، فهي غير نفاذة. نجي وراها شنو يصير بهاي السورس روك؟ يصير الماتوريشن. ماتوريشن اللي هي هسه شرحت لكم اياها، عمليه تحول المواد العضويه الى نفوط والى غاز حسب زياده درجه الحراره. بالاخص كل ما زادت درجه الحراره كل ما يتحول الى نفط او مواد اخف الى غاز، والغاز هم بي غاز ثقيل، خلينا نقول ويت غاز وكوندنسيت مكثف الى غاز اخف. المايجريشن تصير، تحصل مايجريشن اللي هي عملية الهجرة. من تكون الغاز أو النفط بالصخور الأم يتحول يهاجر إلى الصخور الثانية اللي هي احنا نسميها الريزرفاروك، الصخور المكمنية. طبعا في صورة عامة الصخور المكمنية نوعين، الصخور المكمنية يا أما تكون لايمستون أو تكون ساندستون. اللايمستون عادة هي أفضل نوعية من العفو، الساندستون هي أفضل نوعية من اللايمستون. الساندستون عادة هي تتكون من الكوارتز والمعادن، أما الكربونيت أو اللايمستون هي متكونة من أصلاً تكونت من أصداف أو مواد يعني عضوية بحرية من مرجان، فهذه ترسبت هذه المواد العضوية كونت هاي الصخور. فلهذا هذه الصخور عادة تتفاعل مع النفط وتكون تأثر على نوعية النفوط الموجودة بها، مو مثل الساندستون، الساندستون ما راح يتفاعل. نجي على الكابروكس، أي فورميشن هسه اليوم احنا من نحفر ندخل بالمكمن، نحفر المكمن عادة يكون مسامي، يكون سهل الحفر به عادة، بس بدايته تكون صعبة. ليش؟ لأن بي كابروكس. دائما احنا نقول من نحفر نقول صار عندي الار او بي، الار او بي ريت اوف بنتريشن، صار عندي الار او بي قليله، كنت احفر ب10 صارت 5 بالساعه. ليش؟ لان احتمال انا بديت احفر بكابروكس مال فورميشن جديد. عاده الكابروكس هي خلينا نقول تتراوح السمك مالتها بين 5 متر الى 20 متر ممكن حسب التكوين مال الطبقه، فهذه تغطي بصورة عامة المكامن. بعد الكابروكس يجي هو المكمن نفسه اللي هو نسميه الريزرفوار. فهذه الكابروكس شنو وظيفتها؟ تمنع من انتقال، تحبس النفط والغاز بهذا التكوين، فتسوي التراب المصيدة اللي هي احنا نسميه الريزرفوار. فالريزرفوار بي خاصيتين عادة، الريزرفوار جيد بي خاصيتين جيدة تكون مفروض جيدة، اللي هي porosity والpermeability. porosity بصورة عامة هي حجم الفراغ الموجود في الصخور. الpermeability هو سهولة، مقياس سهولة حركة السوائل والغازات أو المواد داخل الصخور. كل ما زادت الpermeability كل ما زادت سهولة حركة المواد، وبهذا يسهل لي أصلاً بالأخير سهولة الإنتاج بشكل طبيعي ممكن. طبعاً تعتمد على الضغط الموجود في الفورميشن، الناتشرال بريشر أو الناتشرال فلو ممكن يحقق لي، والبوروسيتي. فهذا المكمن الجيد ببوروسيتي عالية وبيرميابلتي جيدة أيضاً حتى أحقق إنتاج جيد. أما أقل من هذا الشيء أو أقل من يعني الجيد
راح أحتاج عمليات ممكن فراكتشرينج إذا سامعين بها، عمليات تشقيق هيدروليكي، عمليات ستيموليشن، فكثير أمور أحتاج أسويها، أو ممكن أنزل ESP اللي هي مضخات غاطسة حتى أنتج من البير أو من البئر المعين هذا. أضيف شيء؟ طبعاً بالإضافة للكلام اللي تكلم به أستاذ مثنى، طبعاً كل الخصائص اللي حكاها طبعاً نقدر نسميه هذا هو اللي هو conventional reservoir. واحدة من النقاط اللي قالها أستاذ مثنى إنه الشيل يعتبر من السورس روك، هذا الكلام صحيح، لكن هسه حاليا قام يعتبر الشيل من مو بس سورس روك، هسه حاليا يعتبر من الريزرفوار روك. يعني مثل ما تعرفون حاليا انه صارت اكو طفره بالتكنولوجيا بمجال الحفر، فبعض الاشياء اللي ممكن انه تصير انه نقدر نستخرج النفط من مكانات ما بيها نفاذيه عاليه مثل الشيل، هي اللي هو بي بوروسيتي بس ما بي بيرمابيليتي، فما ممكن كان انه تقدر تستخرج النفط منه، فبدينا نستخدم الفراكتشرنج. فهاي شو نسميها؟ هاي الريزرفوار نسميها انكونفشنال ريزرفوار، اللي هي بيها بعض الخصائص والخصائص الثانيه ما موجوده. فبهالحاله مو الا انه يكون الريزرفوار يتكون من لايمستون او ساندستون، حتى الشيل حاليا هو يعتبر ريزرفوار روك يحتوي على نفط، بس كان صعب انه نستخرج بذاك الوقت بالطرق القديمه، بس ويا التطور التكنولوجي ويا الفراكتشرنج هسه حاليا اللي هو هيدروليك فراكتشرنج اللي بيصير حاليا، بدينا نقدر نستخرج هذا النفط، وطبعا بكميات اقتصاديه مثل ما تعرفون انه الاسعار النفط حاليا نزلت. شنو السبب؟ انه بامريكا صارت طفره نوعيه بانتاج هذا الشيل اويل والشيل غاز، انه بداوا يسوون هيدروليك فراكتشرنج، فكان بالبدايه مو ايكونومي، هسه حاليا بهذا الوقت بدا انه يصير اقتصادي، فبدات الكميات تزداد، وبالتالي السوق صار بي اوفرلود بالكميات النفط، وبالتالي قلت الاسعار. فيعني انه مثل ما قلت لكم هي نوعين، كونفشنال وان كونفشنال، فهي هاي واحده من الاوريجنز اللي هي تكون بالاويل اند غاز. بالضبط، فهو احنا خلينا نقول احنا اليوم في حقول البصره او حقولنا بصوره عامه اكثر الحفر هو كونفشنال، خلينا نقول الان كونفشنال صح موجود لكن بعد ما منتشر عندنا في حقولنا، فلهذا راح نركز على الكونفشنال. فهذه الجيوثيرمال جريدينت من تقريبا درجتين ونص الى 3 درجات سيليزية لكل 100 متر. هاي شلون نحسب درجة الحرارة في اعماق باطن الارض، يعني كحسابات سريعة ولأغراض الدراسات. البريشر جريدينت عاده للفريش ووتر 0.433، طبعا هذا الجريدينت بعدين اللي يدخل اي دبليو سي اف كورس راح يحتاج دائما هذا الريفرنس 0.433، والسولت ووتر عاده يبدي بعد ما نوصل الى 0.45. يعني اليوم انا اذا احفر في طبقه واشوف مالتها الضغط عالي، فممكن هذه تحوي على نقول عليها مثلا بها سولت ووتر او بها ضغوط عاليه بسبب هذا الشيء. يعني مثل ما ذكرت بعد ما اتجاوز 0.45 راح يبدي احنا نقول عليه السولت ووتر جريدينت. انواع ابراج الحفر، هاي اللي تشوفوها الصوره امامكم. طبعا انواع ابراج الحفر واسعه وهوايه انواع، لكن احنا ايضا راح نركز اليوم على ابراج الحفر في اليابسه اللي نسميها لاند درينينج ريج. وطبعا لاند درينينج ريج ايضا بها انواع كثيره، وراح نركز ايضا على الكونفشنال ريجز. فهذه المخطط، هذا المخطط اللي امامكم
تشوفون بالروتر دريلينج ريجز على اليسار، المارين البحرية، أنواع الأبراج البحرية. على اليمين تشوفون المخطط اللاند دريلينج ريجز، وطبعاً اللاند دريلينج ريجز مثل ما ذكرت كونفنشنال وموبايل اللي هي متحركة. فإحنا أكثر شيء يعني اليوم موجود الموبايل، هي أكثر شيء أبراج استصلاح مو أبراج حفر. أبراج الحفر عادة متوفرة اليوم بالعراق، أكثرها هي كونفنشنال. أنواع آبار الحفر اللي نحفرها، أكو آبار طبعاً مثل ما تعرفون vertical عمودية، أكو آبار directional J-shape، أكو آبار S-shape، أكو آبار horizontal. طبعاً لكل اليوم لكل شكل من هذه الأشكال أكو سبب ليش أنا أحفر هذا البئر. يعني هو مو شخص يعجبه أنه يحفر S-shape وإجا حفر S-shape، لا أكيد أكو سبب. فعادة البير الزيرو بي ديجري زيرو انحراف زيرو هو هذا الفيرتيكال. يعني عمليا البير من يبدي يتعدى العشرة درجات انحراف نبدي نسميه هذا ديفييتد ويل. فالجي شيب الاس شيب انواع من الديفييتد ويلز. الهوريزونتال ايضا يعتبر نوع تقريبا خاص بحد ذاته. ليش نحفر الاس شيب والجي شيب؟ ممكن اني اذا اجي احفر بئر فيرتيكال لارد احفر التكوين الفلاني، طبعا دائما الجيولوجي من يجي يقول لي ارد احفر اني هذا التكوين يعطيني احداثيات التكوين داخل الارض، يعني على عمق 3000 متر على سبيل المثال. فاني اجي اشوف اروح اسوي على الارض الواقع، أقدر أحفر vertical. ممكن إذا الساحة فارغة، خلينا نقول المنطقة فارغة، أروح أخذ نفس الإحداثيات مع المكمن أطبقها على السطح راح يكون vertical. أما إذا أروح أشوف أطلع فريق نروح نشوف، وإذا نشوف نلقى في هذا المكان هاي النقطة مع المكمن أكو على السطح عندي pipelines وعندي ممكن عمارات سكنية، عندي ممكن أوفيسات، عندي فد إنفراستركتشر، بهيج حالة ما راح أقدر أحفر فيرتيكال. فش راح أسوي؟ راح أنصب البرج في نقطة ما، خلينا نقول على بعد 500 متر من هذا المكمن، على خلينا نقول إزاحة 500 متر على السطح، وأروح لدايركشنال لأن أنا ما أقدر تنصب البرج مال حفر مالتي بسبب وجود عوائق فوق المكمن مباشرة. فهاي الفكرة من الدايركشنال. وطبعا تعتمد الدايركشنال اس شيب او جي شيب على بعض الاحيان الكلاينت او الفيلد اوبريتر يقول اني ما اريد ادخل للمكمن بجي شيب، انا ممكن اقدر احفره كسيرفيس كومباني ممكن اقدر احفره بجي شيب، لكن هو يقول اني ما اريد ادخل بجي شيب، اريد ادخل بي للمكمن بصوره عموديه. فاني اوصل قبل المكمن لازم ارجع للحالة الفيرتيكال. لهذا يكون الدايركشنال ورك مالتي في الطبقات العلوية قبل ما أوصل للمكمن أدخل أرجع فيرتيكال وأدخل بالمكمن فيرتيكال. هاي طبعا تصير بيها حسب اتفاقات مع الكلاينت مع الفيلد أوبريتر، وكثير بيها أمور تدخل في اعتبارات تصميمية بشكل البئر. الهوريزونتال، الهوريزونتال عادة ما يتأثر بهاي مو بسبب عوائق سطحية. الهوريزونتال عادة بعض الطبقات المكمنية تكون إنتاجها ضعيف إذا نحفرها بصورة فيرتيكال، إذا أدخل بالمكمن بصورة عمودية حتى أزيد مساحة الإنتاج من هاي الطبقة، يا أما السمك مالتها قليل حتى أزيد الكونتاكت أريا بين الـ عمود الإنتاج خلينا نقول وجو وجدار البئر. فأحفر بصورة هوريزونتال، بعض الكلاينت يحفر 500 متر هوريزونتال، بعضهم يحفر 1000 متر، بعضهم يحفر يوصل حتى 3000 متر. هاي الآبار يسموها extended reach drilling. أي شيء هوريزونتال بعد 1000 متر يعتبر extended، يبدي يعتبر extended reach drilling. وهذا الموجود اليوم
أعتقد في بعض الدول مثل الإمارات حتى سووا يعني بحيرات اصطناعية وبدأوا يحفرون extended reach drilling أو جزر اصطناعية في المياه، قاموا يسوون جزر اصطناعية ومن عدها يحفرون آبار عميقة واكستندد ريتش درينينج. هذه أنواع الآبار. نجي على الأوبجكتيفز مال آبار وأنواعها. عندي ثلاث أنواع رئيسية، هي آبار استكشافية exploration wells، آبار تقييمية appraisal wells، وآبار تطويرية اللي هي development wells. طبعاً الاكسبلوريشن ويلز هو بئر استكشافي. أنا ليش أحفر بئر استكشافي؟ أحفرها لأن المنطقة ما أعرف شنو بيها، ممكن أسوي قبلها مسوحات زلزالية أعتمد عليها تخمينات أنه ممكن أكو هيدروكربون أو كميات هيدروكربونية بشكل جيد أو اقتصادية، فأجي أحفر اكسبلوريشن ويلز لاستكشاف الهيدروكربون اللي ممكن موجود. فعادة الآبار الاستكشافية تكون آبار صعبة، آبار عميقة. ليش صعبة؟ لأن ما عندي أي ديتا، راح تواجهني هواية مشاكل، هواية أمور خلال الحفر. أنا دا أتعامل مع شيء ما متعامل وياه سابقاً وفي باطن الأرض على أعماق يعني جداً عالية، ممكن 4000 متر، 5000 أو حتى توصل ل6000. فآبار استكشافية عادة صعبة، يحتاج لها كوادر مدرب وتدريب خاص، يحتاج لها كوادر عندها شهايد خاصة في الويل كنترول. وبعض الآبار تسمى أيضا HPHT، هذه الآبار اللي هي هاي بريشر هاي تمبريتشر، بها متطلبات خاصة مطلوبة من الشركات ومن الكوادر العاملة على هذه الآبار، أيضا تدخل من ضمن الاكسبلوريشن ويلز. نجي للآبار التقييمية. الآبار التقييمية تقريباً نفس الآبار الاستكشافية. فالآبار التقييمية أنا أكو بئر محفور هناك ممكن استكشافي، واكتشفت الهيدروكربون موجود في هذه المنطقة، حددته وتأكدت منه، فأجي أسوي بئر تقييمي، أسوي به فحوصات طبقية، مثلاً إحنا نسميه DST Drill Stem Test، أسوي فحوصات يسموه well test، surface well test، أنصب عندي عازلات وأنصب معدات خاصة للفحص البئر، well test يسموه، وطبعاً أكو كوادر متخصصة في هذا الموضوع. فهذا يسموه appraisal wells، يعني آبار تقييمية. أجي أقيم البئر، أجي أقيم حجم المكمن، إنتاجية المكمن. فعادة لأغراض دراسة الحقل ودراسة المكمن يتم حفر هذه الآبار، ليس لأغراض الإنتاج. بعدين ممكن بعد سنة سنتين بعد دراسات معينة ممكن يتحول إلى بئر منتج. نجي على النوع الأخير وهو الشائع، واليوم احنا أغلب حفرنا في البصرة وحتى المحافظات الجنوبية الأخرى، هو تقريبا كل حفر تطويري. الحفر التطويري هو طبعا أسهل من الحفر استكشافي والحفر التقييمي. فالحفر آبار التطوير، أنا أعرف كل المعلومات عندي عن المكامن الموجودة في هذا الحقل، حافر آبار سابقاً وأعرف المشاكل اللي ممكن تواجهني، عندي قاعدة واسعة من البيانات، وأجي أحفر حتى أنتج النفوذ أو الهيدروكربون الموجود أصلاً اللي أنا أعرفه موجود في هذا المكمن. طبعاً هذه الآبار بعد سنة أو سنوات عدة تتراوح من 5 سنين حسب نوعية مثل ما ذكرنا السمنت اللي بيها، نوعية الكيسينج، نوعية الولهيد، من 5 سنين إلى بعضها يوصل إلى 30 سنة راح تحتاج إلى صيانة. فهذه راح أحتاج أحرك برج، إحنا نسميه برج استصلاح أو جهاز استصلاح، إحنا نسميه أبراج أو جهاز ورك أوفر، فنسميها عمليات الاستصلاح ورك اوفر. فهاي يحتاج لها صيانه، يا اما تنظيف جوف البئر من الرمال الموجوده، يا اما تصليح المضخه الغاطسه، اسحبها وانزل واحده جديده، او الكيسنج صار بيليك نتيجه الصدى اللي صار بي نتيجه الانتاج ومياه. تعرف الانتاج مو فقط نفط، راح يطلع معاه
رمل، هاي الرمل دائما تكون كروزف يعني تعري الكيسينج، يطلع ويا مي مياه، يطلع ويا غاز، فكثير امور توصل للسطح من تطلع خلال الانتاج تؤدي الى تلف بعض المعدات او تلف حتى البير نفسه، فيحتاج لصيانه. اليوم أنا إذا أريد أبدي أحفر بير جديد أو مشروع جديد، طبعاً مو مثل ما ذكرت مو رأساً أروح أنصب البرج، أكيد راح أروح عندي تحضيرات أحضرها وعندي أمور لازم أهيئها قبل ما أروح أنصب برج الحفر، قبل ما أروح أحفر البئر. مثل ما ذكرت عملية حفر البئر عملية مو سهلة، عملية بها عديد من المخاطر، لازم تكون متنبهي لها متحضري لها، عملية ممكن تطول حسب نوع البير من شهر إلى ممكن 6 أشهر حسب مثل ما ذكرت نوع البير، نوع العمليات المصاحبة في بناء البير. فهذه بعض النقاط اللي حبيت أوضحها للأخوان والأخوات. ممكن بالمستقبل أنت تروح بعد التخرج تشتغل في شركة حفر أو تتعين أو تحصل لك فرصة تدريبية، فأنت تكون على اطلاع بهذه الأمور. طبعاً شيء جيد أنه تتروح عندك علم بهذه الأمور، لأن هذه أقدر أقول لك أهم من الحفر نفسه، هذه المواضيع اللي راح تشوفها وياك. فأول شيء لازم عندي عقد بين الشركة يعني شركتين حتى أحفر بئر معين، لازم أكون عندي عقد موقع من الشركتين. عندي Project Management Plan، هذا يصير البروجكت مانجمنت يعني حتى كورسات هوايه ديطوها معاهد ومؤسسات هنا بالعراق اللي احنا نسميها تابعه يعني فد علم البي ام اي اللي هي بروجكت مانجمنت انستتيوت، طلعوا فد كتاب بي ام بي، فقاموا يدرسون هذا البروجكت مانجمنت بلانز والبروجكت مانجمنت بصوره عامه. فهاي البروجكت مانجمنت طبعا تطبق مو بس بالقطاع النفطي، في كثير من القطاعات دائما اكو بروجكت مانجمنت. بدون البلان بروجكت مانجمنت بلان تقريبا المشروع حي يا اما يفشل يا اما يكون مشروع مخربط. فدائما لازم تمشي على ستاندرات وسياقات يعني دوليه او معايير عالميه حتى ينجح المشروع. طبعا سيفتي سيستم، لازم عندك فد سيفتي سيستم عالي حتى تحقق المشروع بصورة أمينة وبدون إصابات، لأن الشركات اليوم أهم شيء عندها طبعاً السجل النظيف بالنسبة للإصابات. أنت شنو الفائدة إذا اليوم شركة حفرت البير بعشرين يوم لكن عندها خلال هاي العشرين يوم عندها إصابتين أو إصابة، حتى لو إصابة واحدة كانت عامل تأذى أو صارت إصابة أو صار well control incident، فهذا الموضوع يأثر جداً على سمعة الشركة. البروجكت تيم لازم يكون جاهز ومدرب ومع الشهايد المطلوبة والcompetencies اللي هي القدرات الفنية المطلوبة والإدارية. طبعاً الباد construction لازم يكون جاهز. نحرك برج الحفر طبعاً هو والمعدات مادة الثانوية، تحريك برج الحفر أيضاً عملية مو سهلة، يحتاج إلى الكثير من الريسورسز والموارد البشرية والمالية وال يعني إجراءات سلامة، لأن الموضوع أيضا يعني نتعامل مع معدات ثقيلة جدا وتركات ثقيلة، وموضوع يعني جدا يراد له تخطيط جيد. طبعاً التانجيبلز هنا نقصد بيها الويل تانجيبلز، لازم تكون جاهزة اللي هي الويل هيد الكيسينج. أنا قبل ما أبدي مشروع الحفر لازم عندي الويل هيد جاهز، الكيسينج المطلوب، كل أنواع الكيسينج، كل السايزات موجودة، الدريلينج تولز والداون هول إكويبمنت، شنو راح أستخدم؟ راح أستخدم مد موتور، ممكن راح أستخدم دريل بيتس معينة اللي هي البرايم الحفر، كلها لازم تكون جاهزة. مو أجيب برج الحفر أنصبه وأني هاي الأمور ناسيها أو يعني ما جايبها ما محضرها، راح يكون برج الحفر طبعا برج الحفر كلفته عالية،
أي تلكؤ وأي انتظار يصير راح يكلفني بحدود ممكن يعني أعطيك فد رقم ممكن 50,000 باليوم 60,000 دولار باليوم كلفة تشغيلية لأبراج الحفر. فالموضوع مو سهل أنه أنتظر مواد وأظل أنتظر هذه الأمور إلى أن توصل، لازم أنا محضرها. Full Risk Assessment لازم يكون عندي أنا Risk Assessment Register، اللي دارس Project Management وحدة من المانجمنت بلان أو Project Management Plan اللي هي Risk Management Plan، دائما لازم عندي Risk Register وعندي حلول أو Mitigations تقليل المخاطر، حلول لتقليل المخاطر. هاي لازم موجودة في عمليات الحفر، وقبل ما أبدي حفر موجودة لازم هذا الريسك أسسمنت. لازم أيضا عندي قاعدة بيانات أو قاعدة من الليسن ليرنز إحنا نسميها من الآبار السابقة حتى أدرسها وأعرف شنو المشاكل اللي تواجهني. ممكن أسوي drilling work on paper exercise، أقعد مع التيم مالتي مع الكلاينت مع كل الناس المرتبطة بهذا العمل، ندرس شلون راح نسوي، ندرس نحفر البئر، شنو المشاكل اللي راح تواجهنا، شنو الحلول اللي نسويها. فهاي كلها يسموها drilling work on paper، فد اجتماع يصير ونتناقش بالبئر شلون راح نحفره. rig audit طبعا لازم أتأكد الجهاز الحفر مالتي ما بي أي نقوصات، راح يشتغل بصورة سليمة، ما راح يصير بي تلكؤ بالعمل. لأن قلت لك أي تلكؤ، أنا اليوم جايب ناس كل يعني عندي بحدود 100 شخص يشتغلون على برج الحفر، يعني أنت تحسب إذا كل واحد أعطي 2000 دولار معدل، فتحسب إيش قد الكلفة اليوم بس مع الأشخاص. إذا برج الحفر وقف أنا دا أحسب إيش قد، أما إذا عندي كوادر أجنبية وخبراء فالكلفة راح تزيد، وهو كلفة البرج إيجارة نفسه راح تزيد أو يعني عالية. فدائما إحنا نسميها non-productive time MPT، دائما الشركات تحاول تقلل الـ MPT قدر الإمكان، الساعات الـ MPT. طبعا الـ non-productive time كل ما زاد كل ما يأثر على الشركة ماليا يعني. فأكو بعض البيرميتس وال يعني التصريحات الأمنية أو تصريحات العمل لازم أحصلها. أكو في الدوكيمنت جدا مهمة اسمها Emergency Response Plan، هاي لازم عندي موجودة للويل كنترول، وحتى بالنسبة لي السلامة في حالة لو صار عندي حادث ويل كنترول شنو الإجراءات اللي لازم أخذها. لازم أول شيء أبلغ مديري أو أبلغ الأوفيس، لازم أأمن البير، شلون أأمن البير. فهاي كلها مذكورة في دوكيمنت اسمها Emergency Response Plan، هاي جدا مهمة. يعني اليوم أنا ما أقدر أبدي مشروع حفر إذا ما عندي هاي الأساسيات اللي من ضمنها Emergency Response Plan والBridging Documents أيضا بالنسبة للسلامة، كيفية إدارة السلامة وكيفية إدارة مخاطر السيطرة على الآبار. من أبدي الحفر طبعاً راح أبدي أنا أشتغل بسيستم معين اللي هو Permit to Works و Job Safety Analysis، وراح أسوي يعني يومية عندي أسوي للكادر يسموها Drills، فيوم أسوي H2S Drill، يوم Well Control Drill. هاي الدرلز هي تمارين، فلازم هاي دائماً أنت كموظف في برج الحفر مسؤول عن برج الحفر كدريلينج سوبرفايزر. طبعاً دائماً الهيكلية مع البرج الحفر من الناحية الهيكلية أحكي لك يعني على الناس اللي موجودين بدريلينج سوبرفايزر، هو أعلى سلطة ببرج الحفر، هو اللي يطي الأوردرات، هو اللي يطي الانستركشن للحفار، يطي الانستركشن للريج مانجر اليوم شنو راح نسوي، يطيهم الخطة اليومية، يسوي وياهم اجتماع يومي على الأقل مرتين، مرة بالليل ومرة الصبح يتناقشون بالأوبريشن. فمن ضمن هاي النقاشات يقول اليوم مثلا عندنا تمرين درل تجي ايضا تمرين معناها درل على الويل كنترول، شلون نتعامل في حالة صار عندنا ويل كنترول. فيسوون في سيناريو في التمرين مع الكادر لو صار عندهم ويل كنترول شلون راح they will act how they will act. فهاي التمارين تقريبا بشكل يومي، يوم ويل كنترول، يوم H2S،
يوم مان داون، يوم فاير دريل إذا صار عندهم حريق لا سامح الله كيف يتعاملون وياه. فمن هذه الأمور طبعاً الديلي دريلينج ريبورتس مسؤولية الدي اس في دريلينج سوبرفايزر، يومياً لازم يحضر الديلي دريلينج ريبورتس الصبح. تقريباً أغلب الشركات بالخمسة الصبح تستلم هذا الديلي ريبورتس في الأوفيس. الانجينير والمانجر والبروجكت مانجر والدريلينج سوبرنتين بالأوفيس يقرون هذا الديلي ريبورت، إذا بتصليحات راح يسألون الدي اس في أنه يصلحها، بعدين يدزوه إلى الجهات الأعلى أو المدراء الأعلى للاطلاع. طبعاً هذا بشكل يومي. مثل ما تعرفون أجهزة الحفر طبعاً ما بيها عطلة ولا أجهزة الاستصلاح تقريباً، فدائماً إحنا الشغل عندنا مستمر 24 ساعة كل أيام الأسبوع. لهذا أكثر الأبراج الحفر هم يشتغلون بنظام شفتات، يعني اليوم موجود هذا الكرو أو هذا الشخص يشتغل أسبوعين أو أربع أسابيع، يجي بدل شخص ثاني بعد أربع أسابيع. البير يخلص طبعاً في عندما أنصب شجرة الميلاد اللي هي كريسمس تري وأفحصها بشكل جيد، يعتبر هاي نهاية البئر، وأسلم البئر إلى الكلاينت أو إلى الفيلد أوبريتر حسب وثائق معينة. بعدين بالأخير طبعاً أنطي فد دوكيومنت إحنا نسميه الأند أوف وير ريبورت، هذا يحوي كل اللي صار بالبير، أحكي قصة البير كلها بيه. هذا الأند أوف وير ريبورت بالمشاكل اللي مرت علي، بالشنو الليسن ليرند صارت، وبكم يوم كملت البير، كل سكشن شلون حفرته، شنو المواد اللي استخدمتها، الكيسنج اللي نزلته، الدرل بيتس اللي استخدمته، فكل شيء قصة البير كاملة، يعني يحكي حياة البير، احنا نسميه الاند اوف ويل ريبورت. طبعا من الشغلات المهمة لازم بعد كل بير اسوي ريفيو ويا التيم مالتي ويا الفيلد اوبريتر، شنو اللي صار صح شنو اللي صار خطأ، احنا نسميها after action review او نسميها well performance review. هاي جدا مهمة حتى الشيء الخطأ اتلافاه بالبير القادم بالبئر القادم، والشيء الصح استمر عليه او احسنه اذا اشوف فرصة، حتى الشيء الصح ممكن اسوي له مشاركة مع زملائي في مشروع ثاني حتى يتنبهوا له واقول لهم هذا الشيء صار صح، حتى الخطأ اشاركه ويا مشاريع اخرى حتى يتنبهوا له. فهاي احنا نسميها Well Performance Review و Lesson Learned. اخوان هذه البرج الحفر معداته بالشكل عام. الكراون بلوك طبعا مثل ما تشوفوا فوق رقم واحد، وبعدين نستمر الكات لاين والأجزاء الرئيسية خلينا نقول اللي هي التوب درايف، الدرل بايب. الدرل بايب هو السترينج نفسه اللي راح عن طريق الدوران يوصل من التوب درايف، التوب درايف يعطي دوران للدرل بايب، الدرل بايب راح وظيفته الرئيسية هو يوصل السوائل الحفر أو مواعي الحفر إلى جوف البئر أو إلى البريمة البت، وأيضا يوصل الدوران المطلوب إلى البت والعزم المطلوب لحفر الصخور والتكوينات. فنشوف أيضا أكو جنريترات إحنا هي بصورة عامة برج الحفر يتكون من ثلاث منظومات رئيسية اللي هو الباور سيستم اللي هو الجنريترات والمحركات أو المولدات والمحركات، وغرفة السيطرة الكهربائية احنا نسميها SCR أو VFD اكو نوعين، والسيستم الاخر اللي هو السيركوليشن سيستم اللي هو سنجي نشوف شنو السيركوليشن سيستم. السيستم الاخر اللي هو ليفتنج اند هويستنج سيستم اللي هي هاي سنشوف هو جزء منه الكراون بلوك والترافلنج بلوك والدراورك اللي موجودة جو رقم 7 كدراور كي تشايل الخضرة، راح تشوفوها هي هاي جزء من الليفتنج اند هويستنج سيستم. فلو تشوفون بهذا السلايد الروتري سيستم اللي هو اللي يتكون بالاخص من التوب درايف. طبعا التوب درايف عادة أو الروتري تيبل، الروتري تيبل هو الموديل الأقدم أو خلينا نقول الفيرجن الأقدم بالروتري دريلينج. اليوم الشركات أو أبراج الحفر الجيدة كلها تحوي على التوب درايف،
فالتوب درايف هو النسخة الأحدث للروتر دريلينج. التوب درايف وظيفته يوصل الـ RPM روتري أو روتيشن بير مينت. RPM هي الروتيشن بير مينت. فالروتيشن توصل إلى الدريل سترينج عن طريق التوب درايف. الدريل سترينج طبعاً من أسفل التوب درايف أكو كونكشن أو سن يرتبط به الدريل سترينج عمود الحفر، وبنهاية عمود الحفر موجودة الدريل بيت، وبدوران التوب درايف راح يدور الاثنين، يدور الدريل سترينج والدريل بيت. طبعاً العزم الأقصى اليوم أنا من أجي أشوف أكو عزم عندي تورك، أكو مقياس من أدور التوب درايف، أكو جيج فوق بالسطح. هذا الجيج اللي هو أكو عدة جيجات من ضمنها التورك. جيج التورك وجيج الضغط طبعاً فد two gauges very important، وتعطيني مؤشرات هواية على شغلات بتصير داخل البئر. فاليوم أنا إذا دا أحفر هذا التكوين بتورك 10,000 فوت باوند، أوكي؟ أجي على غفلة صار هذا الضغط التورك من 10,000 صار 15,000 فوت باوند، وأنا التكوين ما غيرته، بعدني دا أحفر الطبقة الفلانية، خلينا نقول على سبيل المثال طبقة الهارث. زين شنو صار؟ أجي أقول أوكي خلي أشيك بعد. زين استمر الموضوع أكثر من نص ساعة وأنا أحفر بتورك عالي. رحت سويت ريفيو للآبار السابقة، شفت التورك مالتي 10,000 مثل التورك اللي قبل شوية كان عندي. إذن أكو خلل بالموضوع، أروح أسوي إنفستيجيشن، يعني ممكن أوقف حفر، أرفع سترينج شوية، أتأكد شنو سبب هذا التورك العالي. فعادة هو التورك هاي 10,000 إحنا دا نقراها هي على السطح. بالحقيقة التورك الأعلى شيء هو يكون على السطح، لكن على البت ممكن التورك فقط دا يوصل لها 2000 أو 3,000 من هذا التورك كله، فقط دا يوصل 2000. أنت اليوم الروتيشن دا تشوفه على السطح، مثلاً دا حط أنا 100 RPM، لكن هاي 100 RPM لما توصل جوا للبت راح تكون ممكن فقط 60 RPM، يعني على عمق 2000 متر أو عمق 3,000. فأنت تخيل هذا التورك تشوفه على السطح 10,000، لكن هو بالحقيقة هو على السطح فقط، لكن جوا على البت راح يكون أقل بهواية من هذا الرقم. فالتورك، مراقبة التورك وتغيراته طبعا هو جدا مهم، كذلك البريشر جيج أيضا مهم. على سبيل المثال أنا يوم أحفر بهاي الطبقة عندي ضغط الطبيعي مالتي دا أحفر خلال الست ساعات السابقة 1000 PSI، فجأة صار الضغط 1300، وطبعا هذا من المشاكل الشائعة اللي تصير عندنا 1300. أروح أوقف الحفر، أسوي investigation، أخاف المد بامب بيها مشكلة، أخاف بيها الفلتر مع المد بامب وصخ، ممكن صار عندي فد فالف أحد العمال كان دا يشتغل عليها دا يصلحها على اللاينات مع المد بامب وما فتح بصورة صحيحة، كان مغلوق يعني جزء منه. أجي أتأكد إذا ماكو شيء على السطح، بعض الأحيان نسحب نقول هذا بلاك نوزل، فنسحب السترينج ويطلع بالفعل بلاك نوزل. مثلاً البيتس بيها 6 نوزلات، راح ألقى نوزل أو نوزلين مغلوقات بسبب الصخور المحفورة، وبسبب بعض الأحيان الصير إذا كان الفلوريت مو بشكل كافي وتنظيف جفرة الحفر مو بشكل كافي، راح يصير عندي ما يسمى بالبلاك نوزل ويسبب لي هاي الزيادة بالضغط. طبعاً البلاك نوزل ما المفروض أستمر أحفر ببلاك نوزل إذا هو بعدني السكشن طويل ولازم يعني أطول حفر 3 أيام. ليش؟ لأن راح يأثر لي على تبريد وتزييت البت، ممكن البت راح يصير بيها فيلر بسرعة، راح أخسر البت خصوصاً إذا بت بي دي سي نوعية جيدة، فممكن أخسر البت بسرعة. وحتى أتأكد أنه كل شيء تمام لازم أسحب وأتأكد من وين إجا هذا الضغط الإضافي. أي هاي يسموها drilling parameters، أي تغير بالdrilling parameters لازم تتحقق منه من صار قبل ما تستأنف عملية الحفر.
هاي المد بامب طبعا هي تطل هيدروليك باور، الطاقه الهيدروليكيه للحفر. ومثل ما ذكرنا المد بامب الضخ سائل الحفر الى الدريل سترينج، ومن الدريل سترينج يروح الى البيت ويرجع للسطح. فهي دوره سائل الحفر تبدا من المد بامب وتنتهي على السطح، ترجع الى تانكيات الطين او خزانات سائل الحفر على السطح. هاي يسموها دورة كاملة لسائل الحفر. طبعا المات بامبز نوعين، دبلكس وتريبلكس. بالحفر عادة نستخدم التريبلكس، الدبلكس يستخدموها بعض الأحيان آبار استصلاح. فالتريبلكس اللي هي مضخات ثلاثية يسموها يعني البستن مالتها ثلاثة موجودة وباتجاه واحد الضخ، دبلكس تو بستن وباتجاهين الضخ. هذا فد مخطط توضيحي للسيركوليشن سيستم. فمثل ما تشوفون هاي المد بامب راح تدفع الطين الى التوصيلات السطحية اللي هنا مذكور الديسشارج لاين، راح يروح الى يدخل الى السترينج، ومن السترينج يطلع من البيتس ويرجع من الانيلوس الفراغ الحلقي حول السترينج، يرجع الى شايفين هذا الريتيرن لاين، هذا اللاين راجع الى خزانات سائل الحفر على السطح، اللي هي اول جزء في خزانات سائل الحفر يستقبل الطين، او سائل الحفر هو الشيل شيكر او المنخل الهزاز حتى ينظف السائل من قطع الصخور المحفوره ويرجع للسائل فقط سائل الى خزانات الطين وما يتلوث الطين بقطع الصخور المحفورة. طبعا اكو اجهزة، اذا تشوف هذا اول جهاز هو الشيل شيكر، اكو اجهزة ثانية بصفة للتصفية الاضافية. تعرف الصخور المحفورة راح تتفتت الى جزيئات بحجوم احنا نسميها بالمايكرون. فهذه الاجهزة اللي بصف تشوفوها مجاورة للشيل شيكر احنا نسميها ديسالتر وديساندر، هاي راح تصفي لي الأجزاء الصغيرة اللي عبرت من المنخل الهزاز، راح تصفي لي مرحلة ثانية وثالثة من التصفية، بحيث بالنهاية قدر الإمكان يوصل سائل الحفر إلى الخزان النهائي مصفى، ومثل ما ضخيتها بالبداية يرجع لي إلى الخزان حتى أقدر أستخدمه مرة ثانية. طبعاً التصفية الغير جيدة شلون تأثر؟ تأثر على أول شيء تأثر على مواصفات الطين، وكذلك تأثر على كثافة الطين، وزن الطين. أنا من أحفر دائما كل طبقة تقريبا أو كل سكشن إلى كثافة الطين معينة. اليوم على سبيل المثال إذا ساعين في طبقة الدمام، طبقة الدمام أحفرها بكثافة 1.06-1.07 SG مثلا، SG اللي هي Specific Gravity، عندك وحدتين لقياس كثافة الطين، يا أما PPG pound per barrel pound per gallon sorry PPG، أو يا أما SG اللي هي specific gravity. فأنا ما أقدر اليوم أجي أحفر الدمام 1.10 يعني وزن عالي. ليش؟ هي الدمام ضعيفة، أحفرها بالما يصير بها losses فقدان. النوب أحفرها بطين وزن عالي راح تزيد المشكلة، راح يزيد الطين بلة. بتشوف شلون؟ فأني شلون أتأكد من الطين مالتي بنفس الوزن دا ضخة دائما ومدى يزيد وزنه؟ أول شيء هاي المعدات السطحية للتنظيف لازم تشتغل بصورة صحيحة دائما أتأكد منها، ودائما المد إنجينير يروح ياخذ سامبلات يسوي تيست عنده. طبعا هو يسوي تيست يقدر على المد سيستم هذا اللي تشوفوه أمامكم، عنده فد غرفة صغيرة هناك يسوي تيست سريع للكثافة وللزوجة. الكثافة يقيسها بجهاز اسمه المد بالانس، واللزوجة يقيسها بجهاز اسمه المارش فانل فيسكوسيتي، اللي هو المارش فانل يقيس بيها الفيسكوسيتي اللزوجة. فهاي التو باراميترز الرئيسية لطين الحفر اللي بشكل سريع لازم كل ربع ساعة إلى 30 دقيقة المد انجينير مهندس الحفر لازم يشيكهم ويتأكد منهم أنه هي حسب البلان.
الفيسكوزيتي اللزوجة والدنسيتي. الدنسيتي نقيسها بالماد بالانس والفيسكوزيتي نقيسها بالمارش فنل اللي هو قمع قمع مارش. وتقدرون بالجوجل موجودة صور مارش فنل. طبعا الشركة العالمية المعروفة بهاي المعدات اسمها فان FANN فان. فراح تشوفون كل المعدات مال المد تيست موجودة من ضمنها المارش فنل، المد بالانس، الفي جي ميتر اللي هي قياس الكثافات العفو للزوجات بصورة أدق بعد، وهكذا. هذا الشيل شيكر المخ الهزاز اللي ذكرت لكم اياه بالصوره السابقه، فهو ينظف طين الحفر من السوليدز والصخور المحفوره قدر الامكان. هذا الهويستنج اند ليفتنج سيستم طبعا وظيفتها هي لرفع وانزال عمود الحفر الى جوف البئر. الهويستنج سيستم تتالف من بالتوب عندنا نشوف الكراون بلوك اللي هي من البكرات التاجية احنا نسميها بالعربي، وبعدين عندي جوه الترافلنج بلوك، وشوف في نهاية الترافلنج بلوك اكو البيك اب اليفيتر. هذا الاليفيتر هو عن طريق اللي راح اسحب وانزل السترينج ماتي الى جوف البئر. من اكمل عملية التنزيل مثلا واريد ابدي احفر، اربط التوب درايف بالكونكشن مع الدريل سترينج اللي هو احنا نسميها بين اند بوكس، اربط البن مال توب درايف بالبوكس مال دريل سترينج وابدي عمليه تدوير دريل سترينج وابدي احفر حسب البلان والخطه مالتي. فهذا الليفتنج اند هويستنج سيستم الكومبوننت موجود في كل برج حفر وموجود في كل برج استصلاح. ده تشوف هذه اللاين الخطوط الخيوط اللي هي مكتوب عليها فاست لاين ومكتوب عليها ديد انكر ديد لاين انكر. هاي طبعاً مخيط خياط بين الترافلينج بلوك وبين الكراون بلوك وبين يعني تبدي هاي المنظومة من الديدلاين أنكر بوينت تنتهي بالفاست لاين. الفاست لاين اللي هو الخط المتحرك، الديدلاين ما يتحرك. هذا الديدلاين وظيفته أقيس به الشد. أكو فد مقياس موجود في كل برج حفر، يا أما إلكتروني يا أما يعني أنالوج يعني مؤشر عادي يعني مو إلكتروني، إحنا نسميه مارتن ديكر لأن هي شركة مارتن ديكر مشهورة في صناعة هذا النوع من المقاييس وصناعة هذا النوع من الجيجات. فهذا المارتن ديكر يقيس لي وزن عمود الحفر المعلق في هذا السيستم. يعني اليوم أنا الوزن مالتي أقول عندي 50 طن، لما أحفر أعمق وزيد السترينج طول السترينج راح يصير الوزن بعد يوم 55 طن. نفس الشيء بالكيسينج، حتى أتبع ويا الكيسينج أنا كل شيء عندي تمام. عندي اليوم أنا منزل أو في هذه اللحظة 100 جوينت كيسينج المفروض تطيني بسائل الحفر وزن 70 طن. أجي أشوف المارتن ديكر هل بالفعل 70؟ إذا أجي أشوف المارتن ديكر ناطيني 55 طن وأنا عندي على الورق حاسب 70 طن، فهذا أكو شيء خلل، يا أما أنا غلطان بالحسابات يا أما ممكن صاير عندي I lost some casing joint in the hole وهاي مشكلة كبيرة، أو أنا منزل عدد جوينات خطأ مو العدد الصحيح، فلازم أشيك وأتحقق من هذا الخلل أو هاي الاختلاف بالأرقام. شغلة مهمة لازم تعرفوها أن وزن السترينج أو وزن خيط الحفر أو وزن خيط البطانة داخل البئر في سائل الحفر يختلف عن الوزن في الهواء. يعني اليوم أنا أسوي حسابات أقول 70 طن، لكن بالحقيقة يجوز راح أجي أشوفه 65 طن. هاي الخمسة طنون وين صارت؟ هاي الخمسة هي بصراحة مو ماكو أي خلل، لكن يسموه البوينت فاكتر أو البوينسي فاكتر عامل الطفو. فعامل الطفو لازم أدخله بحساباتي.
فلما يجي مهندس الحفر يقول لي يا حفار لازم عندك 65 طن، هاي ال 65 طن لازم حاسب هو عامل الطفو ايضا، ما يصير يقول لي 65 طن وزنها بالهواء، لا اذا يقول لي بالهواء يعني بصراحه هذا خلل من الانجينير يعني فد ثغره، فلازم يعطيني الوزن المضبوط مع الحسابات البوينت سي او البوينت فاكتور. هذا الدراور اللي هي من ضمن منظومة الرفع، فلتشوفوا الدراور طبعا أبراج الحفر أيضا تصنف إلى حسب حجمها بالنسبة إلى كاباستي مال الدراور. إحنا نقول الدراور مالته 1000 هورس باور مثلا، أكو أبراج الدراور مالته 1500 هورس باور، الأبراج الأقوى 2000 هورس باور. أكو السبرج عندنا طبعا شركة الحفر العراقية مثلا على سبيل المثال عندها برج 3000 هورس باور، برج عملاق، فكل ما زادت الهورس باور مال تراورك كل ما اقدر احفر اعمق واخذ اوزان اعلى بالسترينج واوزان اعلى بالبطانات، وقابليه البرج راح تكون اعلى طبعا. حتى الدراور كاباسيتي هاي الالف عفوا استاذ اقاطعك، اذا تحب ناخذ رست 5 دقائق او تكمل بس اكمل هاي وراها انا تقريبا وصلت للرست بوينت. اوكي اوكي تمام استاذ. اوكي راح. فهذه تقريبا الالف والالف وخمسمية والالفين ايضا تاثر على قابليه برج الحفر في عمليات تحرير استعصاء الانابيب وعمليات يعني هوايه امور تاثر عليها. فدائما من اريد احفر بئر لازم اعرف اني شو مواصفات الرق اللي اريده حسب عمق البئر، حسب المشاكل اللي أتوقعها وهكذا. هاي الـ well control أعتقد خلي ناخذ فد rest ونرجع حتى نحكي شوية على الـ well control equipment والـ BOBs، فناخذ rest 10 دقائق ونرجع للمحاضرة.
سدينا نقدر نرجع للمحاضرة؟ يستعد براحتك. أوكي. تمام. إخوان شغلة واحدة، أنا شفت بعض الأسئلة من بعض الأخوة والأخوات، بس نسيت ممكن هم من أول هذا الموضوع. عادة إحنا نأخذ الأسئلة في نهاية المحاضرة أفضل، حتى يعني يصير دائما مجال 15 دقيقة عادة إلى 20 دقيقة للأسئلة والأجوبة، وحتى إيميلي موجود في نهاية المحاضرة اللي يريد يراسلني بعدين ياخذ بعض المعلومات أو أسئلة عنده، أنا حاضر. فخلينا نستمر هسه بالكورس، لأن بصراحة عادة الساعتين شوي وقت يعني تايت، وما نقدر نسوي بيه كفر هواية مواضيع. حتى لاستغلال الوقت بالشكل الأنسب خلينا نعوف الأسئلة في نهاية المحاضرة. فالآن نستمر بالكورس أو هذا السيشن، وصلنا إلى Blowout Preventers. طبعاً مانعات الاندلاع أو Blowout Preventers إحنا نسميها BOP. BOPs أو Blowout Preventers، فد شلون خلنا نقول يعني آيتم جداً جداً مهم في جهاز الحفر. عادةً هاي الأجهزة مانعات الاندلاع لازم تكون بيها وثائق ودوكيومنتس سيرتيفيكيتس معينة مفحوصة من قبل المعمل، مفحوصة من قبل ثيرد بارتي يعني شركات مقاولة ثانية، شركات فاحصة معتمدة عالميا. لأن أي خلل في هذه المعدات واني بالساعة اللي أحتاجها وصير بيها فيلر راح تسبب لي كارثة، لأن عادة الـ BOBs أو مانعات الاندلاع هي تسمى أيضا السكندري بارير. البرايمري بارير إذا تعرفون أو سامعين بي، البرايمري بارير هو دائما المد نفسه، عمود سائل الحفر. فيما لو أنا فقدت هذا البرايمري بارير، شنو السكندري بارير؟ هو BOBs. فإذا فشل BOBs السكندري بارير، معناها بعد ما عندي أي بارير معناها راح يصير عندي well control event. ال well control event طبعا هم نوعين، أكو احنا نسميه kick well kick، وأكو نسميه احنا blowout. الكيك هو جريان مواع الطبقة داخل البئر بعدها ما وصل للسطح، بس أكو فد إشارات أقدر أكتشف، إشارات مبكرة إحنا نسميها primary signs الإشارات الرئيسية، والsecondary signs إشارات ثانوية. إشارات الرئيسية عادة تنبهني أنه أكو صار كيك بالبير، لازم رأسا أخذ reaction، لازم رأسا أغلق البير، لازم رأسا أحط خطة كيف أقتل البير. أما الإشارات الثانوية هم لازم أخذ رياكشن، بس مو أحضر لقتل البير، لا أغلق البير وأكفد إجراءات أسويها أتأكد هل فعلا البئر في حالة كيك أو جريان، أو هاي الإشارات الثانوية لا كانت بأسباب مو متعلقة بالويل كنترول وصارت. أهم مؤشر يعطيني او يخبرني انه اكو ويل كنترول ايفنت لما اغلق المد بامب، اسوي شت داون للمد بامب والبير مستمر بالجريان، اقول للحفار اوقف طفي البامات مالتك، يطفي المد بامب، المفروض الراجع على السطح يوقف. اذا مستمر الراجع شنو معناها؟ معناها عندي كيك. بهاي الحالة لازم رأساً أغلق البئر وأروح أخذ قياسات الضغط من جانبين، من جانب الدرل سترينج نحن نسميه ستاند باي بريشر، ومن جانب الأنيولاس احنا نسميه كيسينج بريشر. على أساس هاي القراءتين مع الضغط أبدي أحضر الكل شيت مالتي، وعلى أساس الكل شيت إيش قد أحتاج
ضغط إضافي حتى أسيطر على هذا البير، أبدي أحضر الطين الجديد مالتي بالوزن الجديد، كثافة جديدة إحنا نسميه الطين الأثقل أو الوزن الثقيل للطين. نستخدم بعض مواد التثقيل من ضمنها بعض الأملاح KCL أو بعض الأحيان حتى بارايت أو بعض المواد الأخرى اللي تثقل لطين الحفر. فموضوع البلو أوت بريفنترز وتكون دائما بصورة سليمة وجاهزة ونحافظ عليها أقصى ما يمكن، جدا موضوع مهم اليوم في صناعة الحفر. وشرحنا احنا الأسباب ليش الشركات اليوم تهتم بهذا الموضوع، بسبب كوارث صارت سابقا كلفت الشركات ملايين الدولارات، كلفت أرواح، كلفت سمعة الشركة، كلفت خسارة بزنس للشركة. فاليوم هذا الموضوع جدا حرج ومهم، لازم كل مهندس حفر وكل عامل في برج الحفر، يعني من القيادات اللي تقود برج الحفر اللي احنا نسميهم الكي بيرسونيل، لازم عندهم شهادة خاصة في الويل كنترول. هذا السكيماتيك امامكم اللي تشوفوه اللي هو فد مانعات اندلاع، سكيماتيك مثالي استخدمه على رأس البئر. عادة تشوف جوا احنا نسميها ال بوتوم بايبرام، بعدين عندي الابر بايبرام وعندي البلايند رام، او البوتوم بايبرام وبعدين البلايند رام وبعدين الابر بايبرام. فدائما تشوف اكو رمز ام بصف، يعني رقم وبصف ام او كي، هاي الام او كي ترمز الى الاف. فهذا الرقم اللي تشوفوه امامكم 15M معناها 15000 PSI pound per square inch، هاي الوركينج بريشر مال هذا السكيماتيك او مال هاي البي او بيز، مانعات الاندلاع. ليش استخدمت 15000؟ ليش مو 5000 PSI؟ ليش مو 10000؟ هاي بالاعتماد على الضغط المتوقع الانتسيبيتد ورك سيرفيس بريشر اللي ممكن اواجهه في حاله ويل كنترول. نجي نسوي حسابات قبل لا احفر البير، يجي مهندس الحفر يسوي حسابات، يقول انا اليوم الطبقه الفلانيه بيها ضغط كذا، لو صار عندي ويل كنترول في أسوأ الحالات راح اواجه ضغط 6000 بي اس اي. 6000 شنو البي او بيز اللي راح استخدمها؟ طبعا عاده البي او بيز تبدي من 3000 او 2000 حتى اكو الى 3000، بعدين تصعد 5000، بعدين 10000، بعدين 15000، ماكو 7000 ولا 8000، لا هي هاي الرنجات مالتها. فأنا اليوم اذا فرضا عندي طبقة مكمنية وأقول ممكن راح أحفرها خلال الحفر وصار عندي بلو أوت أو العفو ويل كنترول إيفنت، فد إنسيدنت حادث مال ويل كنترول، أقول في أسوأ الأحوال أنا ممكن أواجه 6000 PSI على السطح. بهيج حالة ما أقدر أستخدم 5000 PSI BOPs، لازم أستخدم 10000 مينيمم 10000. إذا عندي 9000 لازم أستخدم، أقدر أستخدم 10000. إذا عندي 10001 PSI 10001 لازم أستخدم 15000. 10000 بعد ما أقدر أستخدمها. فهاي نقطة جدا مهمة، يعني ممكن تنسأل في سؤال يقول لك إذا ضغط البير في أسوأ الحالات 10001 PSI شقد البي او بيز اللي لازم تستخدمها؟ فالجواب يكون لازم استخدم 15000. في الويل كنترول بالكل شيت لما تحضره، طبعا المد دنسيتي اللي نستخدمها فرضا 1.7 على سبيل المثال،
1. خلينا نقول العفو 1.7 عالية بالاس جي، خلينا نقول بالبي بي جي، خلينا نحكي خلينا نقول 9 او 9.5 العادية. زين انا صار عندي ويل كنترول ايفنت، لازم اثقل الطين، جيت سويت الكل شيت مالتي، اكو حسابات معينة قلت لك مثل ما قلت لك تاخذ الضغوط اللي تقراها على الكيسينج وعلى الدرول بايب، راح تجي تحسب حساباتك، تسوي حسابات جديدة، تقول الوزن الجديد مالتي مال طين الحفر 9.7 حتى أسيطر على البير. بعض الأحيان بالحسابات يطلع لك رقم، طلع لك 9.69 أو 9.61. زين أنت ما9.61 طلع عندك بالحسابات، نهائيا ما تقدر تستخدم ال 9.65، لازم تروح بالرقم الأعلى اللي هو 9.7، لأن المد انجينير يقول لك أنا ما أقدر أحقق لك 9.61 أو 9.62، قل لي لو تريد 9.6 لو 9.7، فراح أقول له أوكي روح بال 9.7 لأن ال 9.6 ما راح يحقق لي الويل كنترول حسب الحسابات. فهذه مبادئ ردت أذكر لكم إياها حتى تكونون على اطلاع بها. طبعاً موضوع الويل كنترول موضوع ضخم بهواية أمور وتفاصيل بالإكوبمنت وبالنظريات وبالحسابات، حجم البي أو بي، وأكو بعد فد ملحق بالبي أو بي إحنا نسميه الأكيوموليترز. الأكيوموليترز هي عبارة عن سلندرات أو بطالة مال بها نيتروجين وهيدروليك داخلها، فد ربرات مليانة نيتروجين وخارج هذه الربرات النيتروجين أو أكياس النيتروجين أكو هيدروليك، فهاي أستخدمها حتى تشغل لي البي أو بيز، حتى تسد وتغلق البي أو بيز. من أحرر الضغط عن هذا النيتروجين راح تتولد لي فطاقة عالية، النيتروجين هذا الربر يدفع لي الهيدروليكس حتى يشغل لي البي او بيز. هاي كلها ممكن تستفادون منها او تتعلموها بالويل كنترول كورس اللي هو مثل ما قلت لك اما الاي دبليو سي اف او الاي اي دي سي. فهاي اول جزء اللي تشوفوه بالتوب هو الانيولار بريفنتر، والجزء الثاني رام. الرام ممكن رام بي او بيز ممكن يكون بايب رام او ممكن بلايند رام، والبلايند رام ممكن يكون فقط بلايند رام وممكن يكون بلايند شير رام، يعني بنفس الوقت اقدر اقص بيه الدرل بايب. هاي يستخدموها بالاوفشور البلايند شير رام اكثر شيء. ليش؟ لان بعض الاحيان صار عندهم ويل كنترول فهذا بالبحر، وحتى يحرك الدرل شيب مالته او يحرك البلاتفورم مالته وينهزم، خلينا نقول فعلى السريع يقطع الدرل بايب ويسد يغلق البير ويأمنه ويحرك الغير بئر في حالة هو بالأوفشور، حتى لا يصير عنده اندلاع مثل ما صار مثلا في ماكاندو في الديب ووتر هورايزون. فهذه البي او بيز أيضا مثل ما قلت بيها سعات مختلفة من ناحية الضغط ومن ناحية الأحجام حسب اللي أحتاجه. عادة أحجامها تتراوح 11 إنج إلى 13.58 إنج، وهذه إذا تشوف في هذه القائمة على اليسار أنا ذاكر لك الأكوموليترز هي جزء من البلو أوت بريفنترز، بس الأكوموليترز وظيفتها هي لتجهز الطاقة المطلوبة لتشغيل البي أو بيز، غلق وفتح البي أو بيز. تقدر تفوت على الإنترنت تشوف شنو هذا الأكوموليترز، أكو واي مصادر وشرح على هذا الموضوع. طبعا البي او بيز بريشر تيست موضوع ايضا جدا مهم.
عادة الشركات تفحص البي او بيز كل 14 يوم، الاي بي اي تسمح انه نوصل الى 21 يوم على انه ما نتعدى ال 21 يوم. الستاندر هو 14 يوم، لكن في حالات معينة مثلا انا اليوم دا احفر وصلت اليوم ال 14 لازم اليوم افحص البي او بيز، بس بعد لي باكر، بس باكر واكمل، او بعد باكر بعد بكرة أكمل الحفر مع السكشن، فما تسوى أسحب وأضيع يوم كامل. ومثل ما قلت لك كلفة تشغيلية مع برج الحفر عالية، ويكلفني هذا التريب pull out of hole run in hole يكلفني بحدود 100,000 دولار فقط دا أفحص البي أو بيز اللي هو يطول 4 ساعات 5 يعني تقريبا. فعادة احنا نسوي نقول يا جماعة أنا أريد أخذ لي بعد يومين، فالـ API تسمح بهالشيء، فبس أبلغ مديري، مجرد أبلغ مديري أو سوبرنتند، ومكان ما 14 يوم راح يصير يكون الفحص بعد 16 أو 17 يوم. فهاي الحالات تصير ما بها أشكال. فحص الـ BOBs جدا مهم قبل ما أبدي الحفر، before spud، بداية الحفر يسموه spud، spud the well، بدء الحفر. فبريير تو سباد احنا اكو فد منصه احط عليها البي او بيز يسموها ستامب، فهاي احطها اون ذا بي او بي ستامب وافحصها قبل بدايه الحفر. طبعا ما اقبل جهاز الحفر اني كمهندس او كمشرف حفر، ما اقبل جهاز الحفر اذا ما ينقبل الجهاز، ومن ضمن هاي القبول مال الجهاز هو فحص مانعات الاندلاع وتقديم البريشر تيست شارت صحيح وموقع من قبل الريك كونتراكتر، من قبل الريك مانجر او تول بوشر، يلا اقبل انه انصب البي او بيز على راس البئر. عاده اكو فحصين نسويه، هاي بريشر تيست ولو بريشر تيست. الهاي بريشر تيست يا اما مساوي الى الريتد وركينج بريشر مال بي او بيز اللي هو مثل ما قلنا اكو 15000 اكو 10000 اكو 5000. احنا في حقولنا دائما نستخدم تتراوح بين ال 5000 الى 10000، ما مستخدمين ال 15000 الا في حاله ممكن يصير حفر بئر استكشافي او يعني، لكن لحد اليوم انا ما شفت بصراحه 15000 موجوده في يستخدموها في الاوفشور في بحر الشمال، ممكن في بعض حقول البيض ضغوط عالية جدا، لكن احنا في حقولنا نستخدم 5000 الى 10000. فيا اما افحصها للريتد وركينج بريشر مالتها او الى الاستيميتد او الكالكوليتد ماكسيمم انتسيبيتد سيرفيس بريشر، احنا نسميه الماسب. هذا الماسب مصطلح راح تشوفه هواية من تدرس الاي دبليو سي اف. الماسب حساباته جدا مهمة على أساسه تختار البي أو بيز المطلوبة وهكذا. الأنيولار بريشر دائما أفحصها 70% من سعتها، إذا هي 5000 بي اس اي فراح أفحصها إلى 3500 بي اس اي. الأنيولار بي أو بيز ما دائما نحاول ما نعرضها إلى ضغوط عالية، لأن بيها فد ربر إليمنتس هذه من أفحصها ضغوط عالية ومن أستعملها هواية، دائما هاي الربر إليمنتس تتضرر بسرعة، إحنا نسميها الباكينج إليمنتس. فهذه أيضا يعني كلف ويعني كلفة راح تتحملها الشركة، فلهذا ما نعرضها إلى ضغوط دائما عالية. وهي الأنيولار بي أو بيز عادة ما تستخدم في عمليات السيطرة على الآبار بالوال كنترول، عادة نستخدم البايبرام أو البلايندرام. الأنيولار بي أو بي شنو ميزتها؟ ممكن تغلق على أي شكل داخل البئر، يعني البايبرام بها سايزات، إذا البايبرام مالتي 5 إنج فأقدر أغلقها فقط على درل بايب قياس 5 إنج، إذا البايبرام 7 إنج ممكن أغلقها فقط على الكيسينج 7 إنج. البلايندرام تغلق لما ماكو كل شيء بالبئر، كل شيء ما عندي بالبير تغلق نسميها بلايند رام. أما إذا أنيولار بي أو بي زرد استخدمها، فهي ميزتها أنه تستخدم عندي شيء بالبير أو عندي أي شكل بالبير،
هي هاي الباكينج إليمنتس ميزة أنه تأخذ شكل ال 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 الجسم الموجود داخل البير، تأخذ شكله تتكيف وياه. فهاي اللي يسموها الأنيولار بي أو بي، اللي هي تغلق على أي شيء موجود أو مو موجود بالبير، شيء هم تغلق. اللو بريشر تيست يتراوح بين 200 إلى 300 بي اس اي، والفانكشن تيست لازم أسويه أسبوعياً. أكو نوعين من الفحص، فحص هيدروليكي يعني بضغوط نسميه بريشر تيست اللي قلنا عليه كل 14 يوم أو ماكسيموم 21 يوم حسب الـ API ستاندرد، وعندي فحص أسبوعي لازم أسويه هذا يسموه فانكشن تيست، مجرد أشغل الـ BOBs أتأكد منها شغالة، يعني أحركها مالت هاي البايبرامز تتحرك تغلق وتفتح عن طريق الأكيوموليترز أو لوحة التحكم. فطبعاً الفحص دائماً يكون أفضل شيء باستخدام المي، نستخدم المي مو طين الحفر، لأن هو المي أول شيء حتى طين الحفر لا يضر للمعدات بمواد كيميائية أو شيء، والمي هو طبعاً دائماً سهل يصير بيليك، فطين الحفر بيلزوجة وهذا ممكن أكليك بس ما يبين في طين الحفر. فالمي لأنه لزوجته قليلة أو يعني لزوجته جدا واطية فبسهولة يليك، فأنا حتى أتأكد ما أكليك نهائيا أستخدم المي. هاي الدريلينج هيدروليكس، دريلينج هيدروليكس طبعا اللي هي بشكل رئيسي تجي، راح نركز هنا على طبعا انا ادري الاهتمام على الويل كنترول، بس مثل ما ذكرت اخواني واخواتي الويل كنترول موضوع جدا عميق ويحتاج لكورس وحده، عاده يطوب 5 أيام 4 إلى 5 أيام وبامتحان راح يكون فهذه الامور. فان شاء الله لو صارت فرصه بالمستقبل ممكن نحضر فد كورس للويل كنترول بالمستقبل وتستفادون منه أكثر. قبل لا أبدي بالهيدروليكس، طبعا لما أغلق البئر لما يصير عندي ويل كنترول إيفنت أغلق البئر وحضر طين الحفر مالتي اللي أحتاجه لقتل البئر، طريقتين أكل لقتل البئر، طريقة يسموها طريقة المهندس وطريقة الثانية اللي هي طريقة الحفار. طريقة المهندس لها اسم ثاني بالIWCF، ما راح تجيك، ما يقول لك استخدم engineer method، يقول لك wait and wait method، فالانتظار والتثقيل. طريقة المهندس عادة تجري ب two serve يعني circulation اثنين، فعادة أغلق البئر وأثقل، أثقل يا الله أقتل بعدين. طريقة الحفار لا، أقتل رأسه مباشرة باستخدام التشوك وبسيركوليشن وحدة وبعدين أثقل الطين مالتي وأضخل البئر. فاختلاف بالطرق، أكو شركات تفضل طريقة الحفار، أكو شركات تفضل طريقة المهندس أو الويت أند ويت. طبعا الويت أند ويت بعض الأحيان إذا طول الانتظار كل ما تنتظر أكثر لما مد إنجينير يحفر الطين الجديد، كل ما يزيد الغاز إميغريشن مع الكيك. هي شنو الكيك؟ عبارة عادة تصير عن يا أما أويل يا أما غاز أو ممكن سولت ووتر. فهو أسوأ شيء بالكيك هو إذا كان غاز، فهذا الغاز كل ما تنتظر أكثر كل ما يصير إميغريشن هجرة لل غاز بابل باتجاه السطح، فتشوف الضغط على السطح بالجيجات يصعد شوية شوية. ليش؟ معناها الغاز بيقترب للسطح، وأنا بصراحة ما أريد الغاز يقترب للسطح، أريد أقتل البئر بأسرع وقت ممكن وبعد الغاز جوا بالأوبن هول سكشن، ما أريد يوصل للكيزد هول سكشن، أريد أقتله للبير ويكون الغاز بعده جوا حتى أقدر أسيطر بصورة صحيحة البئر خلال عملية القتل. نجي على الدريلينج هيدروليكس. الدريلينج هيدروليكس أيضا موضوع يعني به هواي تفاصيل، لكن بصورة مختصرة
يتكون من أول ما يمر الدريلينج فلويد بالأنابيب السطحية راح يفقد جزء من البرجر مات. طبعاً مضخة الطين الضخة في الضغط معين، خلي نقول الضخة بألفين بي اس اي، فهاي الألفين وين تروح؟ جزء منها يضيع بالتوصيلات السطحية، احنا نسميها فراكشنال برجر لوس ثرو سيرفيس اكويبمنت، جزء منه يضيع داخل السترينج لما يوصل داخل السترينج داخل الدريل باب داخل الدريل كلر. تعتمد ايضا على اقطار الداخليه لهذا السترينج، كل ما القطر الداخلي اقل كل ما الفراكشنال بريشر لوس اللي انفقد اعلى. الفراكشنال بريشر لوس الاعظم اللي ينفقد راح يكون من نوزلات البت، عاده 30 الى 40% من هذا الفراكشنال بريشر لوس ينفقد على نوزلات البت. بعدين اكو فراكشنال بريشر لوس ينفقد بالانيولس حول الدريل كلر وحول الدريل بايب الى ان يوصل نهايه الرحله مالته الى السطح، يعود الى الخزانات. كل هذا مجموع هذا الفقدان الفراكشنال او الديفرنشال بريشر لوس whatever يعني يو كول ات، مجموعه راح يطلع لي البريشر اللي اقراه على السطح. فهاي الألفين اللي دا أقراها على السطح من الجيج إحنا نسميه ستاند باي بريشر، هذا جاي من هاي الدورة الكاملة لسائل الحفر والفقدان مالته. طبعا أكو حسابات، واليوم كنا قبل نسوي الحسابات يدويا، اليوم كلها موجودة سوفتويرات، شركات تتعامل بسوفتويرات سريعة، بس مجرد تدخل بيانات الأقطار المتوفرة مواصفات سائل الحفر اللي عندك، رأسا يعطيك النتيجة يقول الفراكشنال بريشر لوس او الستاند باي بريشر راح يطلع لك هالقد. فانت شنو فائدتها حتى تروح تقارن بالحقيقه؟ انا حساباتي نقطتني 2000 بي اس اي، هل بالحقيقه 2000 عندي؟ فاذا مقاربه فرق 100 150 بي اس اي زائد ناقص اوكي، بس اذا انا حساباتي 2000 بي اس اي واروح اشوفه 1500 بالحقيقه اكو خلل بالموضوع، يا اما بحساباتي يا اما بالبير، فهم أرجع وأتحقق إلى أن ألقى إلا وين. فهاي فائدة حسابات الفراكشنال بريشر لوس، أما يدويا تحسبها وشوية تطول حساباتها، واليوم بصراحة ما حد يحسبها يدويا، أو تقدر تحضر لك إذا تقاريها بالكلية وتعرف المعادلات تحضر أكسل شيت ممكن أنت بنفسك وتسويها جاهزة جوا إيدك تستخدمها في أي وقت خلال وظيفتك في أبراج الحفر. بس مثل ما قلت لكم اليوم اكو سوفت ويرات معينه من الشركات معروفه في هذا المجال تعطيك نتائج خلال 5 دقائق بس مجرد دخل البيانات. فهاي العوامل اللي تاثر على الفراكشنال بريشر لوس عاده، والضغط اللي تقراه فوق هو مواصفات طين الحفر، الاقطار الداخليه للسترينج، طول السترينج. يعني انت اليوم الفراكشنال بريشر لوس 1000 متر طول السترينج يختلف عن ما تحفر 2000 متر عمق كبير او 3000 متر، اكيد راح يكون اعلى الضغط. النوزلات حجم النوزلات، الفلو ريت مالتك اذا تضخ ب 500 لتر بير مينيت الضغط او الفراكشنال بريشر لوس يختلف عن ما تضخ ب 1500 لتر بير مينيت. فهاي كلها عوامل تأثر على الضغط وفقدان الضغط في رحلة سائل الحفر من البامب إلى السطح مرة ثانية. أنواع الفلو عندك لامينر فلو، ترانزيشن فلو، تيربونال فلو. احنا دائما في عملية تنظيف جفرة البئر دائما أكيد نفضل التيربونال فلو حتى تنظف بشكل أفضل. طبعا تعتمد بعض الاحيان طبقات ضعيفه ما اقدر اعرضها الى تيربولنت فلو. تيربولنت فلو يتحقق طبعا بفلو، كل ما اعطي فلو ريت اعلى كل ما اوصل ممكن اقترب للتيربولنت فلو. اكفد عدد او ريفرنس لهذه الحسابات احنا نسميه رينولد نمبر، هذا الرقم عادة يعني 2000 وجوه هو لامينر فلو، بين 2000 إلى 4000 هو ترانزيشن فلو، من أعبر 4000 صار
completely turbulent flow. فبعض الأحيان مثلا في عمليات التسميد يقول خلى ضخ السمنت بلامينر فلو. بعض الأحيان يقول بس أول شيء أضخ تيربولنت فلو حتى ينظف لي جفلة الحفر، بعدين السمنت لما يبدي يطلع بالأنيولاس ممكن أحول على لامينر فلو، وهكذا. فتعتمد على متطلبات الحفر والديزاين اللي أني مخططة لهذا البئر. التورد أند راك فت حسابات طبعاً يعني تعطيني فت فكرة أنه شلون راح يصير البرفورمانس عندي مع السترينج. ممكن إبراهيم يقدر يعطيكم فكرة أوضح، طبعاً إبراهيم مهندس حفر يقدر يشرح هذا الموضوع بصورة مختصرة على التورد أند راك، شنو الفائدة وليش نسوي هذا الأناليسز للتورد أند راك. طبعا السلام عليكم شباب. بالنسبه للتورك اند دراج، استاذ مثلنا بالبدايه شرح انه من ندور خيط الحفر او السترينج من نحفر البير راح يتكون عندنا عزم. خلال الدوران هذا العزم راح يكون عندنا بالبوتوم رقم شكل وعلى السيرفس رقم شكل. سبب هذا الاختلاف انه بين البوتوم والسيرفس اللي هو سببه الفركشن الموجود عندنا. فمثلا اذا كان عندنا البير فيرتيكال التورك اللي نتوقع راح يكون مختلف من يكون عندنا البئر اللي راح نحفره دايركشنال، مثلا الانكلينيشن مالته عالي والستيب اوت عاليه. فلازم احنا قبل ما نبدي اي بير كبلانينج فيز لازم نعرف انه احنا ايش قد ما راح ندور ايش قد راح يجينا التورك. زين ليش احنا لازم راح نعرف هذا التورك؟ لانه احنا من راح ندور بشنو راح ندور السترينج؟ راح يكون بي درل بايب، راح يكون بي درل كلرز، راح يكون بي هيفي ويت. اذا هذا طبعا كل وحده بيها كل درل بايب وهيفي ويت ودرل كلر بي سبيسيفيكيشن بي ستريتش بي تورشنال بي تنسايل سترينث. اذا في حاله انه كان البير مالتنا مثل ما نقول كومبلكس بتورك عالي، ممكن انه الدرول بايب مالتنا راح يكون فيلير بهذا الشيء، ما راح نقدر انه ما راح يوصل التورك اللي ما راح يتحمل التورك اللي راح نحفر به، ما راح يتحمل التنشن اللي احنا ممكن انه يكون الوزن عالي من تسحب راح يصير به فيلير. فضروري انه قبل ما نبدي باي بير انه حتى خلال ما انه احنا نحفر البير، بس اساسا قبل ما تحفر هذا البير انه تبدي تسوي التورك اند درايف. شنو التورك اند درايف؟ انه هو سيميوليشن تسويه بسوفت وير معينه، تنطي الانبوتس مالتك اللي هو من ضمنها التراجكتوري اللي راح تحفره او الديزاين البير اللي راح تحفره، بعدين تخلي بي السبيسيفيكيشن مالتك اللي هي للدرل بايب اللي راح تخليها. مثلا تقول انا حستخدم درل بايب G105 او S135 راح استخدم هاي الدرل بايب. ايش قد راح يكون طول هذا السترنج؟ شنو الداون هول تولز اللي راح استخدمها بهذا السترنج؟ اضافه الى انه ايش قد راح اتوقع فريكشن راح يكون عندي بالكيسنج، ايش قد راح يكون عندي فريكشن، وايش قد راح يكون عندي فريكشن بالاوبن هول. طبعا هذا البريدكتد راح يكون اعتمادا على الابار السابقه، راح ينطينا فد انديكيشن انه ايش قد عندك فريكشن خلال الاوبن هول وايش قد راح يكون عندك داخل الكيسنج. فكل هاي الانبوتس انت تدخلها بهذا السوفت وير، وبالنهاية راح يعطيك انه ايش قد البريدكتد اللي راح يكون عندك التورك والدراج راح يكون عندك بالداون هول وايش قد راح يكون عندك على السيرفس. وبالتالي راح تعرف نوعية الدرل بايب اللي راح تحتاجها، الدرل كلال تحتاجها، والداون هول تولز. اذا استاذ مثلا اذا تروح على السلايد الثانية ممكن راح نعطيه بالضبط. هنا مثل ما تشوفون هاي مثلا هنا الهوك لود الوزن اللي ممكن راح يعطيك اياه. مثلا هنا التورك اند دراج السيميليشن راح يعطيك يقول لك انه انت ايش قدر راح يكون عندك الوزن مال السترينج
خلال انه خلال مثلا تراب ان وتراب اوت. طبعا انه مثل ما شرح لكم استاذ مثنى انه وزن السترنج بالهواء يختلف عما هو وزنه بالداخل البير، لانه طبعا راح يكون عندك انت مد بداخل البير، وبالتالي راح يكون لك عندك باونسي فاكتور اللي هو راح يقلل لنا من الويت مال السترنج. فطبعا هاي كلها هو تورك اند دراج سوفت وير راح يحسب لك اياها. فانت تعرف مثلا انه من تسحب بالكيسنج او تسحب الدريل سترنج من تريد تسحبه ايش قد راح تتوقع وزن راح يكون عندك، وكذلك من تنزل انت هم تعرف الوزن اللي تتوقعه. شكرا ابراهيم. فاخوان هذا التورك اند دراج مهم لي عوامل تصميمية لخيط الحفر، أعرف السترينج اللي راح أستخدمه هل هو ملائم لحفر هذا البروفايل أو هذا البئر من ناحية تصميمية. إذا مو ملائم راح أطلب طبعاً لسترينج ممكن أقوى أو أفضل لحفر هذا البئر حتى يعني أحقق أو أواجه العزوم أو التورج العالي راح أواجهه، خصوصاً إحنا نواجه مشاكل وصعوبات في الآبار الاتجاهية، راح يصير بيها تورك أعلى، راح يصير بيها تشالنجز وصعوبات أكثر من الآبار العمودية. فأكو معلومات سريعة هاي good to know، أريد يعني الأخوان الأخوات يكونون على اطلاع عليها حتى في يوم من الأيام لما تروح على برج حفر أو جهاز حفر تعرف هاي المصطلحات شنو معناها. فالMWD مصطلح جدا شائع، والLWD الMWD معناها measurement while drilling، الLWD logging while drilling. فالMWD بصورة عامة وبيسيكلي يعني يعطيني دائما الwell direction، أنا وين رايح بهذا الاتجاه. فحتى اليوم بالحفر العمودي إذا نستخدم الMWD حتى أتأكد أنه أنا فقط عمودي رايح. أما بالحفر الاتجاهي فأكيد الMWD جدا مهمة همين حتى تقول لي أنا بهذا الاتجاه رايح، لأن أنا بالحفر الاتجاهي عندي إحداثيات أروح على أساسها، وعندي اتجاه غرب شرق، شرق يعني شمال غرب، شمال شرق مثلا، جنوب غرب، جنوب شرق، وإحداثيات موجودة يعني أرقام مع الإحداثيات عندي. فهاي كلها الMWD تعطيني إياها وأنا بهذا الاتجاه رايح وش قد الدقري مال ميلان مالتي مال بئر. فخلنا نقول الMWD هي عين الحفار. احنا اكو حفار اثنين حفارين بالجهاز الحفر، الحفار اللي هو يشتغل احنا نسميه على البريك فوق بالريج فلور هو اللي يقود عمليات الحفر، والحفار يسموه الدي دي دايركشنال دريلر هو اللي يكون مسؤول عن قراءة هذه القراءات مال MWD والLWD وهذه الامور. الLWD شنو؟ بعض الأحيان أنا أريد أحصل فد معلومات على الفورميشن بصعوبة أحصلها بالواير لاين بسبب أنه البئر زاوية الميلان ما تعالية، إذا أنزل واير لاين لوجين ممكن يصير بيستك وأخسر التولز بالبير وما أقدر أسترجعها. فالLWD اليوم أكو تكنولوجيا حديثة قامت توفر لي هاي النوع من اللوجات، أنا ودا أحفر أقدر أحصلها، فيسموها LWD Logging While Drilling اللي هي مثل Gamma Ray Neutron Density Load أقدر أحصلها بالLWD. CPL Cast، هذا CPL هو طبعاً Cast اليوم هو يقيم لي الآصرة السمنتية خلف البطانات، وعلى أساسه أقول البئر مسمت بصورة جيدة أو لا، إذا بعض الأحيان مسمت بصورة غير جيدة حتى ممكن أحتاج ريميديال جوب، فعمليات معالجة حتى لا يسبب لي مشاكل. واحدة من الأسباب اللي أدت أو هو السبب الرئيسي اللي أدى إلى كارثة ماكاندو اللي هي في خليج المكسيك، كان السمنت غير جيد أو صار بيليك بالكيسينج وأدى إلى دخول الهيدروكاربونز من جوف البئر إلى داخل الكيسينج، لأن السمنت كان غير جيد وأدت إلى الكارثة اللي ذكرناها وصالفنا عليها. عندك دي في تول دائما نستخدم إذا أريد نسمت على مرحلتين، إحنا نسميه سمنت ستيج تول، موجود في الكيسينج سترينج
نسميه بصورة عامة DV differential valve أو case cement stage 2. شنو الفلات تايم؟ الفلات تايم هو أي وقت أصرفه على جهاز الحفر غير الوقت اللي أصرفه على عملية الحفر نفسها. مثلاً دا أشتغل على مانعات الاندلاع دا نصبها، مثلاً دا نزل wireline logging، مثلاً دا نزل casing، هذا يسموه flat time. أما الوقت العادي يسموه drilling time. فالفلات تايم جداً مهم أيضاً حسابات حتى أعرف الكفاءة مالتي، أنه أني بهذا جهاز الحفر نزلت الكيسينج بعشر ساعات لكن الجهاز الثاني أخذ 13 ساعة، جهاز الحفر الثاني اللي بيشتغل في نفس الحقل. فأروح أتأكد هل هي بسبب كفاءة العمال، هل أكو خلل بجهاز الحفر. فهذا يسموه تايم أناليسيس، جداً مهم. الإنجينير لازم عنده كل هاي المعلومات، يقعد يقارن كل هاي الايتمات بين بئر وبئر، بين برج وبرج، حتى نوصل الى النتائج المطلوبة. طبعا هاي بعض المختصرات من تروح الى جهاز الحفر راح تشوفها وراح تتعامل وياها. الدي دي ار هو الديلي دريلينج ريبورت، ار اي اتش اللي هو ران ان هول، الويت اون سيمنت يرمزوا له بالدبليو او سي، POOH اللي هو pull out of hole, end of a report EOWR, MPT مثل ما ذكرت لك non-productive time, TOC top of cement. وهذه الأمور طبعا دائما الحفر، تقارير الحفر يتعاملون بالمختصرات هواية، لهذا لازم تكون دائما أنت كمهندس حفر أو شخص يشتغل على أبراج الحفر عندك اطلاع بهذه المختصرات. طبعا انا شويه اكو بعض المعلومات يعني راح امشي عليها بصوره سريعه لان ضيق الوقت حتى نفسح المجال للاسئله. فهذا الليك اوف تيست والفورميشن انتجريتي تيست، طبعا اكو فرق بيناتهم. اثنيناتهم نسويهم بعد ما احفر النيو سكشن، لما انا منزل كيسينج اوريدي اجي احفر النيو سكشن، احفر خلينا نقول قريب المتر ونص إلى ثلاث أمتار، وأتوقف أسوي mud conditioning. يعني mud conditioning معناها البير ماتي أسوي له يعني تصليح أو أرجع لي مواصفات الأصلية اللي حسب drilling program. بعدين أسوي هذا leak off test أو formation integrity test حسب المطلوب مني من قبل الفيلد operator. هذا المخطط يوضح لك شنو الفرق بين الـ FIT Formation Integrity Test والـ Leak Off Test. الـ FIT هو الخط المستقيم اللي دا تشوفوه، لما يبدي ينحرف الخط هذا تبدي Formation، معناها تاخذ من سائل الحفر، يبدي السائل الحفر يدخل إلى Formation. لما يصير بي هذا الانحدار بعد ما وصلت للبيك، ضغط بدأ يصعد ظليته زي الضغط، انكسرت الطبقة وراء صارت فلات. هذا هنا يسموه الليك اوف تيست، هو من بدا ينحرف. اما هنا صار انكسرت الطبقه بشكل تام، وصار عندي الضغط بعد قد ما ضخ راح يظل فلات، وهنا يعني صار فيلر بالطبقه. من يعني هاي جود دريلينج براكتسز بشكل سريع، طبعا دائما استخدم التريب شيت يسموه خلال عمليات السحب والتنزيل. التريب شيت تسجل به بعض المعلومات، تتأكد من أني كل الـ well control parameters مالتي in place، يعني كل شيء تمام. قاطعك يعني شوية تجاوز الوقت، فإذا تحب يعني يعني تكمل أسرع. صار هذا أنا تقريبا راح أخلص هسه. فهذه drilling أوكي تمام أستاذ براحتك. good practices. هنا طبعا خلينا بعض المعلومات لدريلينج بروجرام في حالة أنه أنا عندي دريلينج بروجرام، شنو راح أشوف ممكن بي؟ معلومات عامة عن البئر، اسم البئر، الطبقة اللي راح أحفرها، الكوردينيتس، التارجت والسيرفيس كوردينيتس. هنا الأوبجكتف مع البئر، طبعا أيضا بعض المعلومات شنو اللي أريد أحققه من هذا البئر، شنو المعلومات اللي أريدها، هل هو development أو appraisal well. هذا الاسكيماتيك للبئر.
مثل ما تشوفوا ببعض أيضا معلومات عن البطانات اللي راح أنزلها وعمق البئر النهائي، هاي الليثولوجي اللي راح أواجهها وبعض المشاكل ووصف للطبقات المكمنية أو الطبقات بصورة عامة. نانا هذا بور بريشر جريدينت، أيضا هذا أحتاجه حتى أطلع منه وزن الطين اللي أستخدمه. طبعا هاي كلها معلومات مأخوذة من لوغات نزلية سابقا في آبار سابقة وفورميشن بريشر تيست مسوين، فماخذين من هذه المعلومات. طبعا هنا أنا هذا الدايركشن بلان باكر إن شاء الله أكو كورس أو السيشن الثاني بخصوص الدايركشنال دريلينج راح يقدم المهندس إبراهيم. وهنا أنا دائما عندي تايم فيرسس ديبث أتبع عليه، أعرف البرفورمانس مالتي أنه أنا ماشي حسب الخطة أو لا. هذا الوال هيد سكيماتيك دائما أول ما أبدي الحفر راح يكون بهيج حالة بلنبل عندي ورايزر، بعدين احفر 17 and half section. طبعا دائما كل section بي ريسك وبي ميتيجيشن. اكمل 17 and half section، راح انصب مانعات الاندلاع على راس البئر راح تكون بهالصوره. راح اجي اكمل 12 quarter section احفره بعد 17 and half، وهكذا اكو في كل section مثل ما قلت ريسك وميتيجيشن اكشن. لازم احط ريسك ولازم احط الميتيجيشن، دائما من اكو ريسك لازم اكو ميتيجيشن. وهاي الشكل النهائي لشجره الميلاد اللي تشوفوها امامكم راح تكون بهالشكل. و درل بيتس انواعها عندي نوعين بصوره عامه، رولر كومبتس والدايموند دريلينج بيتس اللي هي بصوره عامه اليوم بنستخدم احنا البي دي سي يسموها. رولر كومبتس بي نوعين ميل وانسرت، فأنواع هواية بالدرل بيتس، كل وحدة مواصفاتها تختلف عن الثانية، أسعارها تختلف وكذا. ومثل هذا آخر سلايد طبعا بيخص السمنتينج، شنو الوظائف السمنت البرايمري سمنت، احنا نسميه برايمري سمنت جوب اللي هو أسمت الكيسينج حتى أعزل الطبقات، أحافظ على طبقات المائية اللي بيها ووتر أو أكويفر نسميها، حتى ليصر عندي ليك من طبقة طبقة، حتى من أسوي إذا water well injection لا يروح الانجكشن الطبقة ثانية، يروح للطبقة اللي أنا مثقبها فقط وهكذا. هاي أهمية السمنتينج oil well cementing. طبعا أكو سمنتينج أيضا مو بس primary job، أكو remedial job أسوي بي سمنتينج، أكو squeeze job للسمنت أسوي، أكو plug and abandonment استخدم ايضا سمنت بيها. فكثير الى تطبيقات السمنت في الدريلينج اندستري. وشكرا واسفين على الاطاله. الان نفتح المجال لاسئله، ممكن 10 دقائق الى 15 دقيقه حسب الوقت اللي يسمحون به الاخوان. وهذا كل اللي اليوم يعني قدرنا نقدمه، وارجو ان استفاديتوا من هاي المعلومات. والان نستمع للأسئلة. نظري كثرة الأسئلة بالشات بوكس، فاللي عنده سؤال يا ريت يسوي رايز هاند. تحب أستاذ أنت تختار أسئلة عشوائية من الشات بوكس؟ والله خلي نشوف. مثلاً يعني نشوف بعض الأسئلة. أنا سدا أشوف الشات بوكس كلها أكثرها تشكو من النت ضعيف. يعني هنا مثلا يقول ما هي المشاكل المتعلقة بوزن خيط الحفر في حالة الزيادة أو النقص من الوزن المطلوب؟ هو أنا اليوم مثلا داجة أحفر عندي خيط حفر بالبير، حاليا عندي الوزن الطبيعي لخيط الحفر على سبيل المثال 60 طن،
إذا جيت وصار عندي الوزن يعني جيت لقيته 40 طن فأكيد عندي خلل، يعني ممكن أنا فاقد جزء من الخيط داخل الحفرة نسميه إحنا فيشينج. طبعا هذا إلى هم ينفد إشارات أنه ممكن بعد ما راح أقدر أحفر راح يصير عندي تورق عالي، ماكو تقدم بالحفر، وهذا النقص بالوزن مال سترينج، فهذا مؤشر أنه صار عندي فيش بالهول، فبهيج حالة راح أسحب السترينج، راح ألقى بيه نقص أو مقطوع من نقطة معينة، راح أجيب الفيشرمان وأجيب معدات الاصطياد وأصطاد الفيش الموجود بالبئر. أما إذا كانت أكو زيادة فهو تقريبا خلال الحفر ما راح تصير، يعني ما شايفين أنه فت حالة أنه تصير زيادة، إلا في حالة أنه صار عندي ستك وراح أنا أحط عليه تنشن، فهذا هذا الوقت راح أشوف أكو صار زيادة، بس هاي الزيادة أنا خليتها تنشن حتى أحرر خيط الحفر من الاستعصار. المخاطر والمضار في استخدام طريقة الحفار بالقتل. طريقة الحفار هي عادة يعني تستخدم دائما، يسركل الحفار أو هي بهاي الطريقة ندور الطين مباشرة بدون ما أضخ السائل التثقيل، يعني هي طريقة الحفار بصراحة هي تعتمد مرات، يعني يعتمدون أنه إيش قد حجم الكيك الموجودة بالبير، فإذا حجم الكيك صغير حتى لا أتأخر أستخدم طريقة الحفار. شلون أعرف حجم الكيك صغير أو حجم الكيك كبير؟ من البرجر اللي موجود عندي على السطح، من البرلز اللي حصلتها الزايدة على السطح، ممكن أنا محصل فقط 1 بارل زايد، ف 1 بارل كيك مو كبيرة يعني، فممكن أستخدم طريقة الحفار اللي هي عن طريق التشوك، وهذا أنظف البير مالتي من الكيك وبعدين أقتل البير. أما إذا عندي 15 برميل جايتني على السطح فهذا معناه عندي كيك كبيرة فايتة للبير، فبصراحة طريقة الحفار هنا أنا مو مجدية، فلازم أغلق البير مالتي، أثقل الطين الحفر وأروح أستخدم طريقة المهندس اللي هي أقتل البير بسائل التثقيل مباشرة. فتعتمد اختيار الطريقة، تعتمد طبعا طريقة الحفار أسرع، لكن مثل ما قلت لك تعتمد على حجم الكيك اللي موجود عندي داخل البئر. How we can measure the time of going and coming back of drilling mud from pump to bit and from bit to mud pump. I mean one complete cycle. طبعا هاي بالاعتماد انت اليوم عندك فلوريت، انا دا ضخ عندي مثلا 500 لتر بير مينت، فال 500 لتر بير مينت وتعتمد على طول أو الحجم اللي عندي أنا داخل الأنيولوس وداخل السترينج، عندي الحجم الكلي فقط داخل السترينج عندي مثلاً 40 برل، أو لا نحكي بالبرل بما أنه الوحدات هي 500 لتر بير منت، نحكي بالألتار عندي مثلاً حجم 1000 لتر، فأنا من أجي راح أجي أقسم ال 500 لتر بير مينت اقسمها على هاي الالف، او الالف اقسمها على ال 500 راح تطلع لي ايش كم دقيقه اني تطلع لي بالدقائق راح حتى استغرق يوصل المد من السطح الى نهايه السترينج. ونفس الشيء بالانيولوس، هم اشوف حجم الانيولوس كم لتر وأقسمها تطلع لي بالدقائق حسب الفلوريت الدا استخدمه، وأجمع مال سترينج مع الأنيلاس راح يطلع عندي العدد الدقائق الكلية اللي أني استخدمتها حتى أحصل سايكل كامل، وهكذا. فهي محصلتين، الحجم والموجود من في داخل السترينج وخارج السترينج، وحجم والفلوريت اللي دا استخدمه.
اخوان بعد اكو اسئله يعني اذا احد عنده سؤال يعني معين يسال، اما اذا ماكو اسئله فممكن يعني ننهي السيشن. وشكرا لجميع الحضور لهذا السيشن، شويه ممكن اخذنا وقت ازيد لكن هي معلومات، موضوع الحفر موضوع عميق وبكثير معلومات بكورسات هواية اختصاصات هواية، فلهذا الموضوع يعني احنا فقط نعطي نبذة عامة خلال ساعتين، ما نقدر نعطي اكثر من نبذة عامة. واي سؤال احنا حاضرين، وسدينا بعد الموضوع يمكم اذا تحبون تنهون الكورس او نستقبل اكثر اسئلة. أي سؤال إذا تحبون تسوون رايز هند وتسألون الأستاذ مباشرة، إذا ماكو سؤال حتى ننهي. أوكي أعتقد ماكو أسئلة. أحب أشكرك أستاذ مثنى على تواجدك ويانا على المعلومات القيمة اليوم طرحتها، وصراحة كانت يعني محاضرة كلش ممتعة وكنا نتمنى تكون أكثر من ساعتين. وشكرا وشكرا على الحضور، أحب أقول تصبحون على خير. شكرا جزيلا وتصبحون على خير، وإن شاء الله نلتقي في محاضرات قادمة إن شاء الله. مع السلامة. مع السلامة.